يا ظبط مع البث المباشر. يا لازار، مرة الريكوردينج بلش بس اوكي اللايف لا نبدأ يعني خلاص. خلص توكل على الله. طيب، السلام عليكم، اسعد الله اوقاتكم جميعا، اهلا وسهلا بالحضور الكريم. معنا اليوم دكتور حسين ابو سمحة في برنامج استكشاف العلوم، الحلقة السادسة بعنوان كن كيميائيا او انت الكيميائي. راح يقدم معنا البرنامج اليوم طالبين من مديرية سلفيت، الطالب نهار والطالب احمد. تفضلوا يا شباب، المايك معكم. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية أود أن أعرفكم عن نفسي، أنا الطالب أحمد علي من الصف 11 مدرسة ذكور برقين الثانوية محافظة الزيتونة سلفيت. بادئ ذي بدء، أهلا وسهلا بمعالي الوزير محمود الذين تعلموا منه المثابرة والعمل الدؤوب. أهلا وسهلا بجميع الحضور الكريم الذين انضموا إلينا لحضور هذا اللقاء المتميز إن شاء الله. حللتم أهلا ووطئتم سهلا، ونرجو أن يكون اجتماعا مثمرا ورائعا ولطيفا عليكم جميعا، وكما نأمل أيضا أن نخرج من هذا الاجتماع وقد حققنا جميع الأهداف المرجوة إن شاء الله تعالى. والآن أود أن أترككم مع زميلتي في اللقاء نهار شفير، تفضلي نهار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رفع شأن العلم وجعله مفتاحا للنجاح وسبيلا للفلاح. الحمد لله من علينا بوطن كل شبر أرض فيه مقدس وكل غصن زيتون فيه مبارك، ونشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا حبيبه ومصطفاه من بين العالمين، صلى عليه الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم، وقدس العلم واعرف قدر حرمته بالفعل والقول والآداب فالتزم، واجهد بعزم قوي لا امتناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم، والنية تجعل لوجه الله خالصة، إن البناء بدون الأصل لم يقم. السادة الحضور، الضيوف الأكارم، معلمين الأفاضل، إخوة الطلبة، أهلا وسهلا بكم جميعا في حلقة جديدة من برنامج استكشاف العلوم. أهلا وسهلا بكل من جاء هنا متلهفا للمعلومة ومتشوقا للمعرفة. يسرني أنا نهار محمد الأشقر من مدرسة بنات سلفيت الثانوية أن أرافقكم وزميلي أحمد طوال هذا اللقاء. كما اعتدنا على هذا البرنامج أن يأتي لنا بالمفيد الفريد، فإننا اليوم على موعد مع حلقة مميزة وأناس لا وصف يقف أمام إنجازهم. هم نجحوا فأتقنوا وأبدعوا فتألقوا. إننا اليوم مع البروفيسور حسين سمحة والدكتور ميشيل حنانية، ويشرفنا أن نعرف بهم. الدكتور حسين سمحة منشأه قصين غرب نابلس، تلقى تعليمه الابتدائي فيها والإعدادي في مدرسة الاتحاد في بيت إيبا، والثانوي في مدرسة عنبتة الثانوية. أما الدراسة الاجتماعية فحصل على البكالوريوس من جامعة النجاح الوطنية والماجستير من الجامعة الأردنية. أما الدكتوراه في الكيمياء فكانت من جامعة نيو مكسيكو في أمريكا. وهو بروفيسور زائر في جامعة بريكهام يونغ، ويعمل حالياً بروفيسور كيمياء في جامعة جنوب يوتا. أبحاثه تتركز حول مكانة الكيمياء الضوئية للمواد في وسائل الإعلام، كما ينشط في مجال برامج التوعية حول برامج تعليم الكيمياء في المدارس العليا والمتوسطة. حقيقة ما شاء الله، وهنيئ لنا بوجودك معنا بروفيسور حسين. والآن أفتح المجال لزميلي أحمد. كما ونرحب جزيل الترحيب بعلم من أعلام بلادي وركن أساس في الصرح العلمي الفلسطيني المتميز، الدكتور ميشيل حنانية، أستاذ مشارك وعميد كلية العلوم في جامعة بيت لحم منذ أيلول 2015،
ورئيس قسم الكيمياء منذ 2014، حاصل على شهادة الدكتوراه من بودابست هنغاريا، والماجستير في الكيمياء العضوية، والبكالوريوس في الهندسة الكيميائية من نفس الجامعة. يدرس الكيمياء العضوية والصيدلانية والصناعية في كلية العلوم قسم الكيمياء جامعة بيت لحم. تركز مجالات اهتمامه في الكيمياء العضوية التركيبية، تصميم وتركيب مركبات جديدة ذات نشاط بيولوجي محتمل، والكيمياء الطبية والبيولوجية، تكنولوجيا الكيمياء الطبية وعزل وتحديد المركبات من النباتات، والكيمياء الصناعية والتطبيقات، والتحليل الطيفي والكروماتوغرافيا. وله العديد من الأبحاث في مجال الكيمياء العضوية واستخلاص المواد الطبيعية، كما وعمل أيضاً في مجال الصناعات الدوائية الفلسطينية. والآن أود أن أترككم مع الأستاذة رنا سمارة من أكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا. تفضلي، نحن نستمع إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أنقل لكم تحيات معالي وزير التربية والتعليم الأستاذ الدكتور مروان عورتاني، الذي يبلغكم أطيب أمنياته بنجاح هذه الحزمة من سلسلة برنامج استكشاف العلوم الذي تنظم هذا البرنامج وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع أكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا ومجلس الإبداع والتميز. تعتبر هذه المحاضرات سلسلة من المحاضرات الافتراضية التي يشارك فيها باحثون من الوطن والشتات حول موضوعات علمية منوعة تهدف إلى إذكاء اهتمام طلبة المدارس بحقول العلوم والتكنولوجيا على جميع أنواعها، وهي تعتبر جزء من سلسلة برامج STEM. دون الإطالة إليكم، أود أن نرحب ونشكر الضيف ابن قوصين الأستاذ الدكتور حسين سمحة من جامعة يوتا الجنوبية الأمريكية، والدكتور ميشيل حنانية من جامعة بيت لحم، وفريق العمل المؤلف من وزارة التربية والتعليم وأكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا والمجلس الأعلى للإبداع والتميز، وكلا من الطالب أحمد عمر والطالب نهار. وأتمنى لكم النجاح والاستفادة المثلى من خبرات الأستاذ الضيف. شكرا جزيلا أستاذة رنا، إن شاء الله نكون عند حسن ظنك. أما الآن نستمع إلى البروفيسور حسين سمحة، آملين أن يكون شرحا ممتعا يحفر في قلوبكم قبل عقولكم بصمات كثيرة. تفضل بروفيسور، نحن نستمع إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لكم، شكرا كثير الطالب نهار والطالب أحمد، شكراً دكتورة لنا، هذه مقدمة لطيفة منكم، وأنتم ناس طيبين وكلامكم لطيف وما شاء الله عليكم. يعني أنا بحكي بالعامية بالأول وبعدين شوي بنتحول للفصحى وشوية إنجليزي، لكن الصراحة أنكم أبهرتوني في يعني طريقة تقديمكم للبرنامج وللضيف، متكلمين ما شاء الله ومأهلين ومدربين، ويعني you doing good job, good job. شكراً كثير. خليني أحكي شوي صغيري نبذة قصيرة يعني عن حياتي. أنا زي ما أنتوا قدمتوني ما فيش كثير اللي أضيفه، ولكن بلغتي يعني أنا كنت طالب زيكم، كان عندي طموح، وهذا الطموح ما كان بيلقى تشجيع. أنا من عائلي إخواني وأخواتي وأنا مع بعض 12 فرد يعني، وليس من العيب أن أذكر يعني المصاعب اللي بتمر فيها العائلة الفلسطينية. ولفت يعني في وضع عادي جدا زي أي عائلة فلسطينية أخرى. أنا الوحيد اللي عندي شهادة جامعية من بين إخوتي وأخواتي، أنا الوحيد المغترب بسبب طموحي العلمي، وكلهم موجودين في فلسطين، وإن شاء الله بيكونوا بيحضرونا وبيسمعوا يعني هذا الكلام. أنا أعطيتهم فكرة شو اللي راح يصير، ولكن يعني أرجع لطموحي، كان عندي طموح كبير جدا، والتشجيع زي ما حكيت ما كان موجود بحكم أنه في المنزل ما حد يعني عنده هذه الرؤية أو التقدم العلمي إلى غير ذلك. ولكن مدرسيني وخاصة في المرحلة الابتدائية كانوا بالنسبة لي المثل الأعلى أني أتقدم في العلم وأطلب العلم وأتطور وإلى غير ذلك. الصعاب موجودة ولا تعد ولا تحصى، كما هي الحال في طريق أي طالب فلسطيني، ومنها الصعوبات المادية، ومنها صعوبات وضع الاحتلال والسفر وإلى غير ذلك. وأنا يعني مش فريد بهذا الموقف، زي الناس الثانيين، و
واجهت هذه الصعوبات، ولكن الحمد لله رب العالمين، ربنا يسر لي الأمور وفتح علي وانطلقت، وكانت انطلاقة موفقة، ويعني حاولت كل جهدي أني أحقق أحلامي وأحلام أسرتي وأصدقائي بإني أكون متميز وأحصل على الشهادات العليا وأرجع أخدم بلدي وأقدم بدون ما أبخل بكل ما أستطيع من أجل بناء بلدي وتعليم الطلاب في البلد وفي العالم العربي كذلك. يعني أنا لي فترة طويلة موجود في أمريكا، ولكن يعني مريت بمراحل مختلفة، منها تعليمية ومنها عملية، وتعلمت الكثير خلال هذه المراحل حتى قادتني إلى هذا الموضوع اللي بدي أحكي فيه اليوم. أنا كنت تابعت بعض من المحاضرات السابقة اللي قدموها زملاء من أمريكا ومن غير أمريكا، ولاحظت إنه الجميع بيحكي عن الأبحاث العلمية البحثي اللي يعني bench research إحنا بنسميها، وأنا عندي من هذا المجال يعني الرصيد الكافي إني أحكي فيه، ولكن اخترت أن أحكي في موضوع شوي مختلف بحكم إدراكي لأهمية هذا الموضوع في المنطقة اللي أنتم موجودين فيها وفي العالم العربي أو العالم الثالث، لأني عشت هذه التجربة ولاحظت أنه في إشي ممكن أنه يتغير يساعد الطلاب في هذه البلد أنهم ينموا قدراتهم ويتعلموا في مجال صعب زي الكيمياء. لا شك أنه موضوع الكيمياء هو موضوع صعب، موضوع علمي صعب، الناس بيوصفوه معقد، يعني بديش أعارضهم في هذا الكلام، ولكن الدنيا تطورت والعالم تطور والتكنولوجيا صارت متوفرة، ومن المفروض إنه عقليتنا تطورت وتقبلنا للصعب يعني أصبح شوي متطور بحيث إنه نستطيع أن نتغلب على هذا الكلام. خبرتي وأنا في المدرسة الابتدائية والإعدادية حتى والثانوية إنه كنا نقرأ من الكتاب والدفتر ونحفظ، ولكن الجانب العملي كان محدود جداً جداً، لدرجة إنه إذا الأستاذ في حصة العلوم وحصة الكيمياء كان بده يعملنا تجربة، كنا ما ننامش الليل هذيك اليوم وإحنا نفكر شو بده يصير وكيف بدنا نتعلم وقديش إحنا excited، وفيش واحد مريض وفيش واحد يغيب عن الحصة، بغير ذلك يعني والله في excuses وفي عندي عذر وكذا، يعني كلنا نصير شوي هيك يعني شايشين زي ما نسميها بالعامية ومبسوطين كثير. وكانت هذه الفرص نادرة، الصحيح نادرة جدا. أذكر يعني حالي سريعة من هذا الموضوع، وأنا كنت في المرحلة الثانوية، كان الأستاذ وعدنا أن يشرح لنا أرنب في حصة البيولوجيا ونتعلم، والله انبسطنا وكل الطلاب يحكوا فيها، وأنا من كثر ما كنت مبسوط وإكسايتد رحت قبل بيومين ثلاثة دورت في هالكتب القديمة عن جيراننا وكذا ولا غير ذلك، وجدت صورة لأرنب مشرح بالأبيض والأسود، كنت بدي أرسم هذا الأرنب على لوحة كرتونية كبيرة نص طبق كرتون يعني، وعملت طريقة الرسم بالمربعات يمكن كلكم تعرفوها، ويعني لونتها وإلى غير ذلك، وكتبت كل الأجزاء زي ما هي موجودة بالدفتر لعلي أني أنا أستفيد منها، ولعلي أني أخذها على المدرسة ثاني يوم والأستاذ يستفيد منها أنه يرجع لها قبل ما يشرح الأرنب أو بعد يشير إلها إلى غير ذلك. أخذت مني جهد كويس يعني، بس كنت مبسوط وأخذتها طبعا، وثاني يوم تمت التجربة وشرحنا الأرنب وكلنا انبسطنا وإلى غير ذلك، ولكن هذه اللوحة بكت على الشباك يعني حتى الأستاذ ما انتبه لها، ف يعني كان زخم العمل والطاقة والتطلع إلى يعني شو اللي بده يصير وكذا بيلهي عن أي شيء ثاني الصحيح. فيعني هذه التجربة البسيطة يمكن تعطيكم فكرة قديش الطلاب بيكونوا شايشين يعني مبسوطين إنه بده يصير تجربة. فأنا في موضوع اليوم بدي أحكي عن مثل هذه التجربة، وإذا بدي أدخل في الموضوع لنبدأ، أنا عملت شير للسكرين هنا على الشمال، يمكن تكونوا شايفينه، تعطوني بس الأوكي.
السلايد الأولى؟ بروفيسور موجودة. موجودة. إذا بدي أغيرها لنظام آخر بس تقولوا لي شو اللي ممكن تشوفوه. لسه موجودة. نعم صحيح. ممتاز. هذه السلايد الأولى في الكلام اللي بدي أحكي فيه اليوم اسمها Southern Utah University. هذا التايتل اللي أنا ضفته للسكرين هذه اللي هي اسم الجامعة اللي أنا موجود فيها. والعنوان You Be the Chemist Challenge. وهذا الكلام إذا بترجمه على جوجل بيقول لك إنه أنت الكيميائي أو كيف تصبح الكيميائي، وتحت التشالنج هنا بتعني المسابقة أو التحدي. فهذا برنامج موجود في أمريكا من سنوات، يعني مش كثير ولكن يعني عدد كافي من السنوات أنه نحكي فيه. وأنا إلى الفخر أني كنت جزء من هذا البرنامج. هذا البرنامج يغطي جميع ولايات أمريكا 50، وبدي أحكي قصته من وين بدأت وكيف تطورت وشو اللي موجود الآن. هذه السلايد رقم 2 تشرح بشكل مختصر شو هذا البرنامج. البرنامج بيقول بالإنجليزي An Interactive Collaborative Multi-Level Academic Competition. Interactive يعني حركة ديناميكي وتعاوني، هو برنامج تعاوني في النشاط يتم على عدة مراحل. Multi-Level Academic Competition، التحدي اللي بيصير في هذا البرنامج بتم على عدة مراحل، وهو بالآخر يعني celebrating the science of chemistry اللي هي الاحتفال بموضوع الكيمياء. وelevates the STEM careers. انتو يعني بترددوا هاي الكلمة STEM. فهذا البرنامج وجد حتى يدعم الستيم اللي موجود في أمريكا ويطوره ونتقدم في هذا الموضوع. هذا باختصار شديد شو بتعني you be the chemist. ثلاث حاجات لازم نعرفها عن هذا الموضوع. أول واحد فيهم المشن، يعني شو الهدف من كل هذا الموضوع. كما بشوفوا هنا to build the excitement and the value of chemistry and the STEM careers by empowering educators and engage K through 8 students in accessible hands-on science experience. That's هذا الإشي اللي أنا حكيت فيه قبل شوي صغيري من التجارب اللي بتتم في المدرسة أو في المختبر حتى تطور وتنمي المهارات لدى الطالب في موضوع الكيمياء، يعني محصورة بس في موضوع الكيمياء. وto build the excitement تشجعهم ويصير عندهم والله يعني احنا عندنا فضول بدنا نعرف اكثر بدنا نتعلم اكثر. هذا المشن يعني، وهذا ينطبق على المجتمع الفلسطيني كما ينطبق على اي مجتمع اخر. خلينا نطور. وانتم ما شاء الله عليكم عندكم شيء اسمه STEM Palestine اللي فاهمه انا، وهذا البرنامج اللي احنا موجودين فيه الان هو يصب في هذا البرنامج اللي هو STEM Palestine حتى نطور وننمي قدرات الطالب الفلسطيني من مرحلة مبكرة من العمر. يعني هذا بودينا الى الفيجن وهي الرؤية. شو رؤية هاي البرنامج؟ To inspire students to be innovators and STEM leaders. أنتوا الطلاب يعني نتمنى لكم أن تتطوروا ونساعدكم طبعا حتى تكونوا قياديين في مجال STEM. وهذا بيؤدي أنه to build a better world through the science of chemistry حتى المستقبل يكون مزهر للجميع. يعني إذا أنت بتصير عالم كيميائي أنت ما بتنفع بس نفسك أو بلدك أو مدرستك، يعني يمكن يستفيدوا من علمك وتطورك العلمي في كل أنحاء العالم. إذن يعني هذه سنة الأمم إنه دائما نتطور ونمشي إلى الأمام ونطور أبناءنا وطلابنا في سن مبكر، لأنه هذول هم الورك فورس تبعت المستقبل، يعني هم الناس اللي بدهم ينتجوا في المستقبل. من وين بدأ هذا البرنامج في أمريكا؟ هذا الهيستوري. So في عنا إشي هون اسمه Chemical Education Foundation، مختصرة CEF. هذه عبارة عن مؤسسة غير ربحية أسست من فترة مش بعيدة، يعني 1989 على مستوى أمريكا، بس أسست من قبل الشركات اللي إلها علاقة بالكيمياء.
اللي هم المنتجين والمصنعين والمسوقين للمواد الكيميائية. وهذه طبعا المؤسسة لما وجدت كان لها هدف، والهدف إنها تستثمر في تنمية قدرات الطلاب في سن مبكر في موضوع الكيمياء. طب ليش؟ هذا السؤال مهم، لأنه هذه الشركات كل موظفينها معهم شهادات جامعية لها علاقة بالساينس وخاصة بالكيمياء. إذا هذول الناس اللي بيشتغلوا بهاي الشركات وراح يتقاعد ويجي فوج تاني يشتغل، هم جايين من المدرسة وتعلموا الكيمياء بالمدرسة وبالجامعة ومشيوا. فكونهم هم بيوظفوا الناس اللي معهم شهادات بالكيمياء، قالوا لنبدأ في تأسيس هذول الناس قبل يوصلونا، تأسيسهم بالمرحلة الدراسية المبكرة جدا. فكروا بالمرحلة الابتدائية وجدوها أنه يعني كثير بدري عليهم، بس في المرحلة الإعدادية مقبولة جدا. فهذا البرنامج شكل حتى يرعى قدرات الطلبة وينميها من المرحلة الإعدادية حتى يكونوا مؤهلين أن يكونوا كيميائيين ويشتغلوا الورك فورس هذه ويشتغلوا في مجالهم، وهذه الشركات تستخدمهم حتى هي الشركات نفسها تتطور وتنمو وتصير شركات معروفة. كما تعلمون يعني الكوربوريشن في أمريكا، يعني الشركات الضخمة العملاقة هذه، يعني هذه كل هدفها يعني قد يكون ربحي، ولكن تستخدم الناس اللي موجودين هنا اللي عندهم هذه القدرات، والمجال مفتوح بحكي 50 ولاية، يعني 50 دولة. فإذا في وظيفة معلنة وبتقدم لها 10 من كل ولاية، شوف العدد كم بصير، بيختاروا الأنسب من 50 ولاية اللي متقدمين منها حتى. فهم قالوا إذا هذول الناس لما إحنا بنأهلهم هم بيجونا بيكونوا يعني the best of the best ونقدر نستخدم. طيب، هذه المؤسسة وجدت ودعمت من هذه الشركات، وأطلقوا من خلالها برنامج You Be The Chemist، كما شايفينه هون في النقطة رقم 2، You Be The Chemist، أنت الكيميائي أو كن الكيميائي. وهذا برنامج وصل تقريبا إلى 40 ولاية من 50 ولاية في أمريكا بشكل جزئي أو بشكل كلي. كيف وصل؟ هذا كمان بدي أحكي فيه. وهذا البرنامج لما وضع You Be The Chemist كان له الهدف أنه نطور الطلبة طلبتنا في المدارس بموضوع الكيمياء خاصة، ونربطهم بالمجتمع اللي هم عايشين فيه حتى يتلقوا الدعم من المجتمع اللي موجود عندهم، وبعدين نرعاهم حتى يوصلوا إلى مراحل متقدمة في العلوم في الكيمياء والتعلم، وبعدها بيكونوا مؤهلين إنهم هذولا يكونوا في الورك فورس. هاي أنتوا تخرجتوا مؤهلين، ويلا الشركات بتختار منكم وبتروحوا تشتغلوا، وإذن الشركات بتتطور، إذن بالآخر البلد بتتطور. طبعا بدهم يبدوا في هذا الموضوع بشكل بسيط، وهي إنه نشجع الطلاب أول. لما أنا أعمل برنامج بدي أدرس الطلاب كيمياء، يعني ما في كلهم هي أنا بدي أنا أعملكم البرنامج وأنتوا تعالوا تعلموا من عندي وبكرة بتصيروا علماء. بدك تبدأ معهم بإشي ملموس وإشي بسيط وإشي مقنع. فيعني هذا You Be The Chemist بدأ من هذه النقطة، حاول إنه ينشر الخبر، خلينا نقول يعني بهالبساطة هذه، بين المدرسين في المراحل الإعدادية والثانوية حتى يوصلوا للطلاب، وكمان نشر هذا الخبر والمعلومات بين الأهالي في المجتمعات المحلية، وقالوا لهم إذا أنتوا بتتشاركوا معنا إحنا بنقدر نتقدم ونقدم لكم الدعم المطلوب حتى تطوروا مدارسكم وتطوروا طلابكم، وطلابكم بيستفيدوا بعدة نقاط بحكي أنا بعد شوي صغيرة، وبيمشي الموضوع. ففعلا بدأت بهاي الطريقة، وأنا على ما أذكر أول ما بدأ You Be The Chemist Challenge as a challenge، زي مسابقة خلينا نقول عليها أو تحدي بين الطلاب، كان يعني عدد الولايات لا يتجاوز عدد أصابع اليد، لأنه البرنامج كان يعني مبتدئ. وأنا
صار عندي فرصة إني أكون جزء من هذا البرنامج، يعني وصلتني اتصالات بناء على أنا شو بعمل في الجامعة عندي وأنا علاقتي بالمدارس حوالين الجامعة، إنه إذا أنت بتقدر تكون جزء من هذا البرنامج في ولايتك. وهنا أنا دخلت على الموضوع وكان إلي الدور في جلب هذا الموضوع إلى ولاية يوتا، الولاية اللي أنا عايش فيها. أنا أول ما أدخل هذا الموضوع يبي ذكمس تشالنج لولاية يوتا، وبدأت في عدد من المدارس، عدد قليل يمكن 5 أو 6 مدارس أول سنة، وتطور العدد وصار عندي عدد الطلبة اللي بيشتركوا في هذا البرنامج كل سنة يعد بالألوف. فأنا لي الفخر أني أول من أدخل هذا الموضوع إلى ولاية يوتا واستقطب الطلبة والمدرسين حتى يشتركوا في هذا الموضوع. الآن لو بدنا نقول هذا الموضوع بدنا نطبقه في دولة ما في فلسطين، بيجي سؤال هنا، who can participate، لمين، على مين بينطبق هذا الموضوع؟ زي ما أنا حكيت يعني شوي قبل فترة بسيطة، يعني باختصار إنه طلبة المرحلة الابتدائية بجوز شوي يعني مش مأهلين، بس طلبة المرحلة الإعدادية بجوز أحسن اختيار ينطبق عليهم هذا الموضوع، والثانوية. ليش؟ لأنه المنهاج التعلمي أو منهاج العلوم تطور يعني وبيتقدم وبيتغير. المرحلة الإعدادية هي المرحلة وين بيبدأ العلوم يدخل للمنهاج التعليمي بالمدارس بشكل يعني له معنى تطبيقي، مش في المرحلة الابتدائية. هون أنا بحكي على نظام أمريكا، يعني الطلاب بيتعرضوا لموضوع كيميائي أو مفهوم كيميائي أو غير ذلك أكثر في المرحلة الإعدادية مش في المرحلة الابتدائية. عندنا المرحلة الابتدائية تبدأ من صف أول لصف خامس، والمرحلة الإعدادية تبدأ من صف خامس لصف ثامن، مش زي عندنا في فلسطين من صف سابع وطالع بيبقى الإعدادي، لا، من صف خامس، من صف سادس لثامن المرحلة الإعدادية. بس هنا هذا الرقم بورجيك صف خامس لصف ثامن، إذن آخر صف بالمرحلة الابتدائية إلى آخر صف المرحلة الإعدادية في أمريكا هو صف ثامن. هذول الناس اللي بينطبق عليهم هذا البرنامج ومسموح لهم يشاركوا فيه لأنهم قادرين إنهم يطوروا نفسهم، يفهموا، يتعلموا من هذا البرنامج، عندهم شوي يعني باك جراوند في الموضوع، ولكن هذا الوقت اللي هم بيبلشوا يتعلموا مادة الكيمياء. فإذا الإليجيبيليتي يعني الناس اللي بينطبق على البرنامج طالب من صف خامس لصف ثامن في أمريكا. طيب كيف هذا البرنامج بده يبدأ مع هذول الطلبة؟ الطالب لوحده لا يستطيع أن يتعلم الكيمياء، والطالب لوحده لا يستطيع أن يحقق طموحاته شو ما كانت حتى لو بسيطة. هو يحتاج إلى بيئة حاضنة، يحتاج إلى بيئة حاضنة، وهذه البيئة الحاضنة قد تكون الدولة حكومي، وقد تكون المدرسي والمدرسي، وقد تكون الأسرة، وقد تكون المجتمع المحلي، وقد تكون يعني عدد من هذه لسالفة الذكر، يعني تعاون بين عدة فصائل من هذه المجتمعات. إذن يعني نحتاج نشتغل مع بعض، زي ما بيقول المثل بدنا نشتغل مع بعض. إذا في هناك أستاذ مدرسي بيدرس مادة العلوم وبيشعر إنه هو عنده الوقت وعنده الرغبة إنه يشترك في هذا الموضوع لطلابه، بإمكانه أن يبدأ، بس يحتاج المصادر، يحتاج المصادر، وهذه المصادر توفر له بعدة أشكال. إذا مشينا تحت مظلة يوبي ذا كيمست، هذه الأورجانيزيشن اللي هي موجودة عندها المصادر، إذا ما على هذا المدرس إلا أن يتواصل مع الهيد كورتر، مع المكتب الرئيسي لهذه الفاونديشن، ويحكي لهم إنه هو بده يشترك في هذا البرنامج وعنده عدد من الطلاب يعني مؤهلين ويستطيعون إنهم يعني يمشوا في هذا البرنامج، وهم بوفروا له
بعض من المصادر. قد يكون الدعم المالي هو الأهم، وفي الحقيقة يعني ممكن يكون هذا صحيح بس ممكن يكون مش دقيق. كل شيء بده فلوس، عارفين هذا الكلام، لكن المجتمع المحلي إذا دخل على الموضوع يمكن هو يكون بالجانب المادي، الجانب المالي وهو مهم، ولكن يعني زي ما حكينا قد لا يكون هو نمبر ون يعني في هذا الموضوع. فمن هنا هذا المدرس لازم يبني علاقاته مع المجتمع المحلي حتى يحصل على بعض الدعم من المجتمع المحلي، والمجتمع المحلي يعني بياخذ شيء بالمقابل، يعني الشهرة، السمعة، الدعاية، الاشتراك في موضوع كذا، يعني هذا الكلام كنا نحكي فيه كمان شوي. والكيميكال فاونديشن يمكن تودي له المواد المطلوب دراستها أو تدريسها إلى الطلبة حتى إنهم يقدروا يمشوا في هذا البرنامج. إذن هون في جانبين يعني، بس بدأوا الاثنين من المدرس اللي هو عنده الرغبة بأن يمشي في هذا الموضوع. وهذا صار معي أنا، أنا ما عندي طلاب إني أدرسهم، ولكن أنا تواصلت مع المدرسين في المنطقة اللي أنا عايش فيها مسافة تقريباً 100 ميل يعني 160 كيلومتر نصف قطر دائرة، وشرحت لهم، وأنا تفاجأت الصحيح أنه كان في إقبال شديد جداً على الموضوع من قبل المدرسين. قالوا إحنا أصلاً يعني كل أمنيتنا أنه حدا من الجامعة يحكي معانا حتى نشوف أنتوا في الجامعة شو بتعملوا، طلابنا في المستقبل راح يوصلوا لعندكم، حتى إحنا نهيئهم نشتغل معاهم نتعلم معاهم وحتى نطور نفسنا وصير يعني إحنا ماشيين كلنا بنفس الاتجاه. وجدت إقبال شديد ويعني رغبة كبيرة جدا من المدرسين، وطبعا وديت لهم الإرشادات وتواصلت معهم، وهذا كان يأخذ جزء كبير من جهد من شغلي ووقتي في الجامعة ولا غير ذلك، ولكن أنا عملتها يعني زي ما أنا بديت يعني طموحات وبدي أحققها، وعندي يعني رغبة في هذا الموضوع. يعني هذه مش وظيفة، يعني مش وظيفة باخذ مقابلها راتب، هذا عمل تطوعي أي واحد ممكن يعمله، وأنا هيك عامل الصحيح. وكنت أنا حلقة الوصل بين المركز الرئيسي للكيميكال فاونديشن وبين المدارس والطلاب من خلال الجامعة، وحتى إن نعملها يعني بمعنى مشجع ونكهة خاصة، كنت أطلب من الطلاب والمدرسين يجوا للجامعة يزورونا. فسؤال لكم أنتوا الطلبة، يعني الدنيا تغيرت شوي بعرف، ولكن هل زيارة الجامعة من خلال المدرسة يعني شيء روتيني؟ يعني قد يكون الجواب نعم وقد يكون لا. على زماني أنا دخلت الجامعة، أول مرة بدخل جامعة النجاح لما رحت أقدم طلب للبكالوريوس لما خلصت التوجيه، بس قبل هيك يعني ما حصل فيلد تريب بسموها ورحلة أعرفكم على الجامعة ولا غير ذلك. ولكن طلابي هنا وطلاب المنطقة اللي أنا موجود فيها صف أول ابتدائي لصف التوجيهي بيعرفوا وين الجامعة، وجوا على الجامعة كذا مرة، وشاركوا في نشاطات معينة في الجامعة كذا مرة إلى غيره. فالجامعة ما هي مكان يعني مغلق عليهم أو غريب أو يعني شيء صعب المنال. فأنا كنت أقول لهم إنه لازم تيجوا عندنا هون بتشوفونا على حقيقتنا أكثر في الجامعة شو بنعمل، وإحنا بنحكي لكم عن البرنامج وبنقدم لكم اللي مطلوب، ويعني بنشتغل مع بعض حتى نتطور. أوكي، الآن هذول الطلاب يعني مو بس بدهم يتعلموا إشي جديد، ومع أنهم مش بجوز وقت يتعلموا إشي جديد، كذلك المدرسين بقول لك والله أنا بدي أتطور بس ما عندي الفرصة، يعني وين أنا كل يوم بالمدرسة للساعة 4 والطلاب بدهم يروحوا منهكين وعندهم واجبات، وأنا عندي واجبات لثاني يوم بدي أحضر. هنا بيدخل عنصر العامل العنصر المجتمعي، وهذه النقطة تركزوا لي شوي صغيرة عليها خاصة المدرسين عندكم. كم من المدرسين مدرسين الكيمياء في الضفة الغربية متقاعدين، بوصل سن معين، بوصل عدد خدمات، عدد سنوات في الخدمة وبيتقاعد. عدد كبير من هذول الناس بالتأكيد يعني عدد كبير منهم لا يزال عنده الرغبة إنه يدرس، وعنده القدرة وعنده الطاقة وعنده قد يكون الريسورسز. فهذول الناس بيكونوا هم المجتمع اللي ممكن نتعاون معاهم حتى
نجلب جزء من المجتمع إلى المدرسة يساعدونا في تنفيذ هذا البرنامج. وهذا نقطة مهمة صحيح، لأن أنا بعرف كثير من المدرسين في جميع المجالات لما بيتقاعد يعني بيحاول يشغل نفسه بشغل معينة. إذا إنه نفس المجال اللي له فيه 30 سنة خبرة بدرس كيمياء توفر له، أنا متأكد بيكون هذا من المبدعين ومن أفضل الناس إنهم يبدأوا مع هذول الطلبة ويهيئوهم ويقودوهم في هذا البرنامج. فهذه اللوكال يعني المجتمع المحل، دور المجتمع المحلي من ناحية أن ندرس الطلاب ونهيئهم وإلى غير ذلك. الآن عدد الطلاب اللي ممكن يشترك بين الصفوف 5 و8 بيكون عدد كبير، وهذا مش أنا اللي بختاره، بيختاروا مدرسهم للعلوم أو الأستاذ في المدرسة اللي وافق يشترك في هذا البرنامج. الآن عنده صف مثلاً في 40 طالب، بجوز كل الطلاب اللي بيشتركوا حسب القانون يعني فيش تفرقة ولا غير ذلك، من واجب يأخذهم كلهم، لكن إحنا ما زي نسميه بغربلهم، شايف؟ بصير هناك مادة بدها دراسي وبعدين بيعطوهم qualifying exam، يعني qualifying exam زي امتحان حتى إنه يصفوهم يشوفوا مين المتفوقين، ومن خلالهم بياخذ 10% من الطلاب المتفوقين. إذا نفتح المجال للجميع، نعطيهم المواد المطلوبة أو بنوفر لهم الإشي المطلوب حتى يدرسوا ويتهيئوا، وبعدين أنا بودي للمدرس الكواليفاينج إكزام بيعطيهم إياه في وقت معين، كل شيء منظم وعلى حسب تواريخ، وبيختار منهم أحسن 10 طلاب أو أحسن 10% من الطلاب، يعني حسب عدد الطلاب المدرسة شو حجمها. نعطيهم فرصة إنه مدرسة فيها مثلاً خلينا نقول 1000 طالب، ناش 5000، 1000 طالب في هذه المراحل، ومدرسة ثانية فيها مثلاً 200 طالب، يعني مش معقول كلهم تجيبوا 5 طلاب وانتوا تجيبوا 5 طلاب، يعني فيش عدل. تعطي المدرسة اللي عدد طلاب أكثر عدد مقاعد أكثر لهذا البرنامج حتى إنه يعني يصير شوي عدالة في الموضوع. إذا بيجيبوهم لعنا مغربلين منقين، يعني هذول الناس اللي إحنا بدنا إياهم حسب الكواليفاين إكزام. إذا في شيء هنا احتجاج، أنت نجحت بالامتحان جبت 90% تتأهل إنك تروح وتشارك، أقل من 90% السنة الجاية بتيجي. نعم، حدا بيحكي شيء؟ أوكي. So الموضوع ككل يبي the chemistry challenge، يعني شو مستوى العلمي، يعني بأي مستوى بنحكي؟ مستوى بنحكي مستوى المرحلة المتوسطة، فيعني موضوع الدراسي بده يكون على مستواهم والأعلى وإلى غير ذلك. طبعا الحرص هنا بيكون إنه ما نعطيهم زيادة عما مطلوب منهم. إحنا بنقدر نعطيهم منهاج كيمياء مبسط هو أصلا جزء من منهاجهم في المدرسة، جزء من منهاجهم في المدرسة. في المرحلة الإعدادية خلنا أحكي عن تجربتي أنا، أول مرة للناس اللي بيعرفوا الكيمياء عنكم ويعني بيسمعونا، دكتور ميشيل بتعرف هذا الكلام، ممكن يكون أنت نفس الجيل عندي هنا زي ما أنا. أنا أول مرة تعلمت المجموعات، إذا بترجمها مزبوط، المجموعات الأيونية أو polyatomic ions، يعني استاذ دكتور ميشيل هيك ترجمه تاعتها بتطلع polyatomic ions. مو العربي مرات صعب ترجمته، polyatomic يعني اللي فيها اكثر من اتوم، اكثر من ذره، اكثر من ذره وهي عليها ايون، يعني مثلا مجموعه طلابكم علي اكثر مجموعه الكبريتات، سامعين فيها احمد؟ سامع فيها مجموعه الكبريتات SO4 عليها 2 ناقص، الكربونات CO3 2 ناقص. هذه المجموعة أنا مثلا على زماني تعلمتها في صف الثاني إعدادي، ثاني إعدادي من ضمن هاي الفئة من صف 5 إلى صف 8. هون النظام بيختلف شوي ولكن بيتعرضوا لها. فإذا هذا المنهاج اللي يوبي ذا كيمست هو مصمم إنه تعطيهم إشي هو في منهاجهم. فأنا بعطيك أمثلة بس بسيطة هنا من خلال المنهاج، في هناك كيمستري كونسبتس، يعني في مفاهيم كيميائية بسيطة موجودة عندهم، ولكن يعني تتطور أكثر بموضوع المنهاج تبع يوبي ذا كيمست. يعني بدناش نطلع عن المنهاج حتى ما نكلف المدرس جهد إضافي يحضر له مش جديد، لأنه بدرس صف ما بدرس بس العشر طلاب لهم يجي. الشغل الثاني real world application of chemistry، هذا شيء جديد قبل ما كنا نسمع فيه كثير، إنه شو تطبيق الكيمياء في
وقتنا الحاضر، يعني في الحياة العملية وين الكيمياء؟ يعني إذا بتسأل نفسك أنت كطالب أو مدرس حتى، هل في موضوع كيمياء في حياتك؟ الجواب على ذلك، أنا بسأل طلابي هذا السؤال، where is the chemistry in your life؟ يعني شو وين الكيمياء في حياتك؟ Every single minute of your life as you are alive في كيمياء، في تفاعل كيميائي بيصير. يعني لما أنت بتأكل الصباح البريكفاست الفطور بتبلش عمليات الهضم، هاي عمليات كيميائية وتستمر. وأنت بتروح على المدرسة مشي أو بالبسكليت أو غير ذلك بدك جهد، تستعمل الطاقة، هذه الطاقة من وين جت؟ من الأكل اللي أكلته. إذن هون في تفاعل كيميائي حتى يوصلك للمدرسة، تدرس في الصف وبتبلش تستوعب، تحرك كمان طاقة أكثر في مخك حتى تسوي الموضوع. إذن الكيمياء موجودة في كل لحظة. الطلاب الآن بدهم يعرفوا هذا التطبيق، وهذا بنركز عليه كثير، يعني كأنه بندرس كيمياء عملية في الصف مش في المختبر، إنه التطبيقات هذا وين بتكون موجودة، ومهم إنهم يعني الطلاب يفهموها حتى يستوعبوا الموضوع. الشغلة اللي بعديها مواضيع أخرى، يعني إحنا مش بدنا نعمل لهم مسابقة بس على موضوع شوية مفاهيم بالكيمياء والتطبيقات والغير ذلك، يعني بنضيف عليها. الآن الطلاب اللي بيسمعوني الآن لازم تكونوا عرفتوا في الطريقة، يعني كاتبة هون scientific method في اكتشاف المعلومة، اللي هي الطريقة العلمية في اكتشاف المعلومة. إذا واحد فيكم عمل science fair اللي هو هذا البروجكت اللي بتعملوه، المشروع اللي بتعملوه على مستوى المدرسة وبتعرضوه بتدافع عنه ولا غير ذلك، هذا يتبع scientific method، الطريقة العلمية في اكتشاف المعلومة. طلابي بيتعلموها هنا وعندكم في أي مكان من مرحلة مبكرة، يعني في المرحلة المدرسية. فهذا كمان موضوع آخر موجود في المنهاج، وهم الطلاب ممكن يأخذوا يستفيدوا منه ويبنوا عليه. شغلة ثانية أكيد بتتعلموا في منهاجكم العلوم في المرحلة الإعدادية، خواص المادة، إلا بتعرف المادة الصلبي والمادة السائلي والغازية، المقارنة بينهم، من عندها كينيتيك انرجي يعني أكثر من إلى غير ذلك. الشغلات الثانية زي المثال اللي أعطيناه، الكيميكال فورمولاز والمعادلات والصيغ الكيميائية، زي مجموعة الكربونات، مجموعة الكبريتات، مجموعة يعني إلى غير ذلك، المجموعة يعني هذه موجودة، غاز الميثين مثلا اللي أخذ أحمد أنت بصف 11 ولا بصف 9؟ 11 أخذت الكيمياء العضوية مثلا الفصل الأول، أو تطرقت لها مثلا غاز الميثان، يعني هذه فورمال CH4، تعرف غاز البروبين، هذه يعني اللي بحكي فيها معادلة كيميائية بسيطة، الهيدروجين مع الأكسجين شو بدي يعطيك، تكتبها وتوازنها إلى غير. يعني هذه بيتعلموها كمان في المدرسة، إذن هي من خلال المنهاج. وبعدين مثلا الجديد، الإشي الجديد اللي chemistry in the human body، اللي هي البايو كيمستري، يعني الكيمياء الحيوية زي ما بسموه. يعني هذه المواضيع في معظم الحالات تدرس في المرحلة الإعدادية في منهاج العلوم. فإذا newbie the chemist هو بيأخذ هاي المعلومات وبيطورها، والطالب بيدرس من هنا، والرسورس اللي معطيه له من newbie the chemist حتى يعمل هناك challenge اللي احنا بنحكي عليه. فإذا ما في يعني زيادة حمل على المدرس، لأن المدرسين بيسمعون بيقول طب إحنا فاضيين وعندنا وقت وإلى غير ذلك، يعني هي مش كثير، بس في جزء منها بيرجع للطالب هو من نفسه، يعني ممكن يدرس بعد ما يأخذ الأساسيات من المدرسة. في هاي سلايد يعني الشيء اللي بدي أحكي فيه، إنه يعني كلنا عانينا من كوفيد في السنتين اللي فاتوا، فكانت المشكلة إنه كيف بدنا نستمر في هذا البرنامج وعندنا كوفيد، لأن هذا البرنامج يقتضي إنه الطلاب يجلسوا مع بعض مع المدرس، وبعدين يدرسوا، يجوا على الجامعة نفس الشيء، بعدين يسافروا يروحوا مكان ثاني حتى يلتقوا بطلاب من مدرسة ثانية، يعني في اختلاط. فبوضع الكوفيد يعني كانت الأمور صعبة، فيعني الجميع وافق برعاية الكيميكال فاونديشن إنه نعملها التراك واحد بالأول. أول سنة كان one track اللي هو virtual، يعني على الكمبيوتر زي ما أنتوا وأنا الآن بنحكي مع بعض، كانت بهاي الطريقة، بدل ما نعمل الطلاب يجتمعوا مع بعض في غرفة كل واحد في بيته، بس إحنا مجتمعين على الشاشة وبنتكلم من خلال الشاشة، وبنعمل الكومبيتيشن وبنعمل يعني المسابقة من خلال الشاشة.
لأن لما شوي الكوفيد نزل خلينا المجال مفتوح للفيرتشوال اللي من خلال الكمبيوتر، وبنفس الوقت in person track يعني زي ما كنا قبل الكوفيد. فهذول الموضوعين لا يزالوا موجودين لهذه السنة. السنة الجاية إذا الأمور تتغير الفيرتشوال هذا راح ينشال، لأنه ما بدأ في الفيرتشوال، ما عندنا على الكمبيوتر، كنا كانت يعني face to face. على كل حال يعني أيا كان الطريقة يعني اللي بتختارها المجموعة المشاركة كلها في النتيجة بتؤدي إلى نفس الغرض وبنفس بنفس التقنية والتكتيك، يعني طريقة الوصول إلى الهدف بيكون موحد، إنه بنقسم الطلاب إلى فرق إلى تيمز، وذول التيمز يعني المفروض حسب القواعد الموجودة يعني بالكيميكال فاونديشن إنه 4 طلاب بشكل تيم، سواء هذا التيم بده يحكي من خلال الكمبيوتر أو in person، كل طلاب مع 4 طلاب مع بعض. ولما بيصير وقت المسابقة أو وقت التشالنج هذول الطلاب بيجلسوا مع بعضهم وبيتواصلوا مع بعض وبيردوا علينا جواب واحد بمثل المجموعة. يعني كمثلا إذا أنا اليوم عندي مثلا التشالنج تبع اللوكل المنطقة اللي عندي والطلاب متفقين زي ما أنا متفق معكم نلتقي، كل 4 منكم الطلاب أنتوا بشكلوا تيم فريق متسابق واحد. أنا الآن بطرح سؤال على جميع الفرق وبعطيهم الوقت الكافي حتى يتشاوروا ما بين بعضهم وردوا علي بجواب موحد. الوقت اللي بنعطيهم إياه يعني ما تفكر مثلا فترة طويلة، يعد بالثواني. في بعض الأسئلة تطرح على الطلبة وتعطى 10 ثواني فقط، في هناك الجرس ببلش يعد 9 10 9 8 1 بسكر، فلازم الطالب يرد علي بالجواب خلال 10 ثواني. بعض الأسئلة تحتاج وقت أكثر، ممكن نعطيها 25 ثانية، فيش أكثر منه. هذا بيدل إنه الطالب بيكون محضر والطالب talented وبيعطينا جواب سريع. فالفكرة إنه work team work مع بعض، وبتعطون بتتشاوروا مع بعض شو الجواب A ولا B ولا C، ولا اتفقنا كلها مثلا الجواب B، إذا ترفعوا إيدكم B أو تكتبوها على الشاشة حسب المتفق عليه. إذا أنتوا عندكم جواب B، هذا المجموعة عنده جواب B، هذا المجموعة عنده C، إلى غير ذلك. وإحنا يعني بنصلح الكمبيوتر أو الناس يعني الموجودين من طرفي بيصلحوا هذا الإجابة وبيشوفوا مين صح ومين غلط، وبنرصد علامة لكل سؤال. زي ما بتشوف هنا عدة أسئلة بتنطرح، وهذه الأسئلة يرد عليها من قبل طلاب في شكل تيم، وإحنا بناخذها وبنجمعها وبالآخر نعطيهم نسبة مئوية، الفريق الأول نسبته كذا، الفريق الثاني نسبته كذا، الثالث نسبته كذا، وهكذا. وبالتالي بنطلع بليستا يعني جميع الفرق المشاركة من جميع المدارس، وبنختار منهم الآن مين اللي يروح للمرحلة الثانية، لأنه هذه المسابقة عبارة عن مراحل لسه بحكي فيها يعني فترة قريبة. على كل حال يعني فالفكرة إنه عمل جماعي من قبل الطلبة بعد ما يكونوا درسوا حالين خرجوا من الكواليفاينج إكزام وبدهم يروحوا للمرحلة اللي بعدها، وحسب نتائجهم بهذا الامتحان أو التشالنج يعني احنا بنوديهم على المرحلة اللي بعدها. أوكي الآن شين الليفلز تبعات التشالنج؟ زي ما حاطهم بالسكرين هذه 3 ليفلز، 3 مراحل هذا التشالنج، لأنه احنا البلد كبيرة، الولايات المتحدة يعني أمريكا بلد كبيرة، هناك في ولايات، الولاية هي دويلة أو دولة صغيرة من الدولة الكبيرة، والولاية بحد ذاتها كبيرة يعني أصغر ولاية قد فلسطين، ففيها عدد المدارس كبير، عدد الطلاب كبير إلى غير ذلك. فمن خلال هذه الولاية بنقسمها إلى عدة جهات زي محافظات مثلا، خليني أقرأها من هنا وترجمها كليا. مثلا عندنا أول تشالنج بسموه اللوكال تشالنج، وهو عبارة عن كل واحد في منطقته، يعني في يوتا مثلا، جنوب يوتا هذه اسمها لوكال، شمال يوتا هذا لوكال ثاني، ممكن في واحد ثاني في شرق يوتا، يعني كل واحد بيختار منطقة. في كل يوتا احنا عندنا منطقتين، الجنوب اللي انا مسؤول عنها وبدأتها،
وفي الشمال زميل آخر عنده نفس الموضوع هذا بيأخذ مدارس الشمال، يعني قاسمين نصين. إذا هذول الطلبة في هذه المرحلة على مستوى اللوكال ليفل، وبنختار منهم عدد من الفرق أو التيمز اللي تروح للمرحلة الثانية. المرحلة الثانية اسمها ستيت ليفل. ولاية يوتا لازم تطلع بفريق واحد هو التوب من كل التشالنجز اللي صارت. ولاية تكساس مثلا هي ولاية كبيرة جدا مترامية الأطراف، عدد الطلب والمدارس عشرات الألوف، يعني المدارس عشرات الألوف الطلبة يعني بجوز مليون، ولا عندهم عدة لوكالز يعني بجوز عندهم 25 لوكال من كلهم. ولاية تكساس تمثل بفريق واحد في أربع طلاب، أو من خلال أربع طلاب حتى بناخذ اثنين منهم حسب نشوف كيف يعني الوضع. إذا بعد ما نروح للستيت ليفل للتوب تيمز فروم لوكال تشالنج بيروحوا حتى يعملوا كومبيتيشن على مستوى الستيت، والوينرز من الستيت الآن هنا التشالنج الأخير رقم ثلاثة اللي اسمه الناشنال ليفل. هذا الناشنال ليفل المرحلة الأخيرة من التشالنج، وبيتم في الولايات الشرقية في بالتحديد في ولاية بنسلفانيا في فيلادلفيا، منطقة فيلادلفيا هذه مدينة كبيرة هناك. والسبب بأنه هذا يوبي ذا كيمست نشأة هناك، الهيد كورترز تاعهم هناك، فهم بياخذوا الطلاب وبيعملوا لهم التشالنج هناك. وانا كنت جزء من كل هذه الثلاث مراحل، يعني في كل هذه الثلاث مراحل انا وطلابي مشينا في كل الثلاث مراحل، واكثر من سنه وصل عندنا متفوقين في الولايه من طلابي وديناهم على الناشونال تشالنج في فيلادلفيا. ناو ذا ريوردينج، يعني الطلبة شو بدهم يحصلوا من كل هذا الكلام؟ صحيح بدهم يتعلموا، صحيح هذول for the future، يعني we invest in the future، نستثمر في المستقبل إحنا، ولكن يعني في شيء كمان أكثر من هيك حتى نعطي الطلاب دفعة إنهم يتقبلوا الموضوع ويشتغلوا ويجدوا ويدرسوا، حتى في منهم بيدرسوا من نفسهم، يعني مش شرط إنه بس اللي بدرسك هي المدرس، درس ممكن يعطيك الموسوعة وال ملزمة هيك فيها مواضيع معينة يقول لك ادرسها هذه وتدرسها من حالك. يعني كثير من الطلاب بيعملوا زيك، وإحنا ريكومندت الصحيح. شفت كيف؟ فالتيمز هذه طالب واحد من كل ولاية اللي هو the top في الولاية تاعته بنوديهم على فيلادلفيا يتسابقوا ما بين بعضهم. خلينا نقول عندنا 40 ولاية، إذا عندنا 40 طالب في المرحلة الأخيرة من المسابقة. وهذه السنة اللي إحنا موجودين فيها زي ما شايفين التاريخ جون 5-6، هذا الكلام 6-7 اللي هو يعني شهر 6، من 5-6 إلى 7-6 يومين أو ثلاث أيام من الصحيح، واحد من يوم المسابقة والأيام الأخرى يعني رحلات ميدانية تعريف بالموضوع تعريف بالمنطقة، يعني بيعملوا لهم إياها زي ما تكون زيارة للبلد، وحتى أنهم يتعرفوا شو الموجود فيها، جزء من التاريخ إلى غير ذلك وجزء منها التقييم. والآن بروح مع كل طالب من هنا مدرس، مش شرط يكون مدرسه على فكرة، يعني هذا نقطة مهمة. إذا الطالب من مدرسة X مثلا فاز وهذا بدنا نوديه على تشالنج في فيلادلفيا، بنوديه مع مدرس من المنطقة، بس مش شرط يكون المدرس من مدرسة X، ممكن يكون وممكن لا يكون، هذا بيخضع ل يعني حسن الاختيار والتوافق بين المدرسين. مثلا أنا كنت أبعث المدرسين اللي من هنا أول سنتين مدرس الطالب، بعدين عملت اجتماع مع المدرسين قلت لهم هل هذه يعني شيء مقبول؟ قالوا إحنا بنفضل إنه يروح مدرس من كل مدرسة سنويا حتى يصير فرصة للجميع يروح، خنشوف كيف التشالنج هذا بيتم على هالمستوى العالي حتى نستفيد ونرجع. والجميع وافق، فصرت أبعث مدرس من مدرسة معينة هذه السنة والمدرسة الثانية السنة اللي بعدها ولا غير ذلك. يعني إذا عندك مثلا الفاينالست على مستوى الستيت مثلا 10 مدارس، 10 مدرسين يمكن 10 سنوات بتخلصهم، انا اللي في الموضوع يعني بجوز 8 سنوات 9 سنوات. فهذا اذا هو يعني فور شهر 6 من تاريخ 5 الى 7-6. وين بده يكون هذا الكلام؟ في هيوستن في تكساس المره عاملينه، مش في فيلادلفيا. كمان بيعتمد انه خلينا ننوع الولايه وين في دعم اكثر وين في طلاب اكثر والى غير ذلك. إذا تبدأ لوكال مستوى المدرسي، المدرسي تتواصل معي أنا بفلترهم
حسب الإجزام اللي بعطيهم إياه عندي لوكال هنا في الجامعة، نختار أفضل عدد من الفرق 5 7 10 قد ما إحنا بدنا، وديهم على الستيت في المرحلة الثانية. في الستيت بصير كومبيتيشن من كل هاي الفرق اللي أجت، نختار طالب واحد وطالب ثاني بديل إذا الطالب الأول ما راحش، يعني يوم 5 6 مثلا مسافة طويلة هذا الطالب انشغل مرض لا سمح الله صار كذا، الطالب رقم 2 بيروح، حتى انه يعني ما تكونش يوتا مش ممثله، ما تكونش يعني ايداهو مش ممثله في هذا الكومبيتيشن، وبروح لهناك وبصير التشالنج. كل طالب بيجي عندي هنا على مستوى اللوكال بروح بشهاده مشاركه بارتيسيبيشن سيرتيفيكت، يعني هذه بالنسبه له طالب صف 6 7 ابتدائي، انت شاركت في موضوع كذا، زملائك يعني ما حصلوش، انت وصلت لهم واخذت شهاده وروحتها، يعني بنبسط فيها شوي. شفت كيف؟ الآن في شغلات ثانية ممكن تنعطاهم زي ما أنا بدي أشوف، حتى إنه الكوميونيتي تأخذ جزء من الحصاد، يعني أنا بدي أجيب دعم مالي من الكوميونيتي، بروح مثلا وهذا مثال حقيقي، يعني بروح على بنك بقول لهم أنا عامل هذا البرنامج وأنا محتاج $500 أشتري فيهم أكل للطلاب، لما بيجوا نص النهار بيقعدوا عندي طلاب صغار، هذا اشتري لهم اكل سندويشات، فيكم تدعمونا؟ في كثير من الحالات بيدعموا وبتاخذهم، اذا ما اعطوكش 500 بعطوك مبلغ اقل، بتروح منطقه ثانيه بتحصل الباقي، وفي العادي يعني مش غالب محلين بتجيب المبلغ اللي بكير وبتيجي. مثلا السوبر ماركت، شركات الادويه، شركات المنظفات اللي عندكم، هذا كله كيمستري اللي بيستخدموه، هذول اول الناس اللي ممكن تسالوهم ويساهموا ويدعموا، وبالتالي بيكون يعني لهم دور في تطور العملية وفي الإشي اللي بنحكي عليه إحنا. فهذا يعني الانفولمنت تاعهم، هم بياخذوا إشي بالمقابل. أنا متبرع وزملائي لما يصير هذا الكومبيتيشن في الجامعة بطريق معين بيكونوا معي، يعني واحد لحاله كان رند الشو، يعني زي ما بقول واحد لحاله بيكونش في المهمة. أنا بيجيني مثلا يعني حوالي 80 90 طالب من كذا مدرسة من كذا، والمسابقة اللي بتصير عندي لها عدة مراحل وعدة خطوات، لوحدي بكمش فيها، بيكون معاي عدد كبير من الفاكولتي، وكانها كيمستري أنا بس بودي إيميل لزملائي في الدائرة عندي إنه يوم كذا اللي بيقدر فيكم يتطوع يودي لي اسمه والساعات من إلى، يعني مش غريب عليهم إنه الكل بيحط اسمه أنا موجود وبساعد وبتطوع وبنشغلهم فيه، يعني واحد بكتب الأسئلة، واحد بلم الأجوبة من الطلاب، واحد بيقيمها، واحد بيعمل سبريدشيت يشوف أنه اللي فايز، يعني نسب العلامات اللي موجودة، ناس تانين بحضروا الإفطار أو الأكل اللانش للطلاب، واحد ثالث بوزع عليهم تي شيرت، هذه مهمة مش صحيح، يعني بعطيهم أنا كل واحد بيجي عندي بعطيه بلوزي، خليكم أرجيكم واحد فيها، يعني هذه طالب لما روح في بلوزي زي هيك بنبسط، يعني خلينا نفرجيكم شيء. مثلاً هذه الشيء استخدمناها قبل سنتين. كل واحد من الطلاب يجي عندي أنا بيعطيه واحدة منها مكتوب عليها اللوجو، هذا اللوجو مش من عندي أنا مصممه، هذا من الكيميكال فاونديشن، يعني الكوبي رايت وإحنا نستخدمه. كل واحد من الطلبة بعطيه واحدة من هذه، وحتى بقول له إنه يلبسها وهو موجود في كومبيتيشن في قاعة المسابقة وإلى غير ذلك، حتى يكونوا كلهم لابسين نفس اللبس وإلى غير ذلك بعطيها. ناو بعض الشركات بتعطينا زي ما تقول هدايا، زي ما تقول رمزية أو طردية أو غير ذلك، زي جوائز بسيطة، يعني مثلا تعطي للطالب ملزمة هيك فيها كلام وفيها دفتر وفيها شوي ستيكي نوتس وكذا، بعطونا كمية منهم أنا بوزعها على الطلاب، يعني الشغلات يعني ينبسطوا فيها إلى غير ذلك، حتى أنهم يعرفوا أنه والله هذا البنك دعم مكتوب عليه لأنه اللوجو تاعهم، وهو أخذ إشي للبيت يعني قدام زملائه، والله أنا شاركت في المسابقة وجبت هذا، السنة الجاي واحد ثاني ممكن يتشجع إلى غير ذلك. فهذه يعني بيصير هنا العلاقة بين الكوميونيتي وبين المدرسة تقوى أكثر، وهذا مهم. طيب أكل حال أي 3 levels اللي موجودة عندنا هون للتشالنج، ونرجع شوي صغيري حتى نحضر الطلاب للتشالنج. الستادي ماتيريال المادة اللي ندرسها، أنا حكيت يعني ووضحت إنه فيش إشي تقريبا، فيش إشي جديد أو كثير جديد على الطالب إنه يستوعبه، ولكن الطالب اللي بده يشترك
هو اصلا متحمس وعنده قدرات ومستعد انه يجلس له ساعتين في اليوم يدرس ملزمه معينه اعطاها المدرس بدل ما مثلا اصحاب لعب، يعني يوفر وقت حتى انه يدرس. هو في طلاب كثير مهتمين، وهذول الطلاب يعني اللي احنا بنحكي عنهم، فبنوزع على المدارس الستادي ماتيريال، يعني الباكيت اللي الطلاب ممكن يدرسوا منها للامتحان للتشالنج اللي جاي. وهذه بتكون ابروفد من خلال الكيميكال فاونديشن، يعني مش انه اي واحد يعني اي كلام نعطيهم، هذه في guidelines، خلينا نسميه guideline. احنا الطلاب نعم يدرسوا ويفهموا scientific method، اذا في زي ما تقول وحده او جزء من وحده عن scientific method، بدنا اياهم يفهموا شو الابلكيشن للكيمستري in real life، في وحده او جزء من الوحده على الابلكيشنز للكيمستري، بدنا يفهموا مثلا التفاعل الكيماوي، يعني هذا عنوان عريض في كل كتب الكيمياء، يعني في كمان يعني study material. انت الطلاب تعرف هذا الكلام اللي بحكي فيه، توزع عليهم وهم مع استاذهم ممكن يدرسوها في البيت، مع اهلهم ممكن يدرسوها لوحدهم ممكن يدرسوها، او الاستاذ المتطوع اللي كان متقاعد يعني ممكن يلتقي فيهم مره بالاسبوع في مكان معين في المجلس في المدرسه ويدرسهم هذه، او يختبرهم فيها او يرد على تساؤلاتهم حتى يساعدهم يدرسوا. هذا الاستاذ مهم، صحيح الاستاذ المتقاعد، كل الاحترام لكل المتقاعدين، هم الثروه اللي احنا بصراحه نعلق امال كبيره عليها، لانه خبرتهم لا تقاس يعني باي مقياس. 30 سنه خبره بتدريس موضوع معين، يعني this is the best of the best، يعني هذه خبرات. فهذول الناس الله يعطيهم الصحة بيكونوا موجودين، وإذا بيحبوا إنه يساهموا بيكون يعني لهم فضل كبير في تطوير الطلبة وقدراتهم ووصلهم للمرحلة المنشودة. طيب هذه الباكيت اللي أعطينا للطلاب الملزم يدرسوا منها، يعني قد واحد من الطلاب يقول أنا بدرسها بيومين، شو بيروحوا بيدور يعني على شغلات ثانية إضافية، الإنترنت مفتوحة، أستاذك في المدرسة عنده يعني أفكار قد يفيدك فيها، يعني تقدر تدرس منين ما بدك بلغة ثانية حتى تهيئ نفسك إلى يوم المسابقة. إلى يوم المسابقة هذا السلايد أنا لخصتها قبل شوي صغيرة، إنه الكوميونيتي بارتنرشيب الانفولفمنت، حكيت الدعم المالي يمكن يجي من الكوميونيتي، وحكيت شركات الأدوية. بجي شركات الأدوية يا أخي أنت كل شو بتدبوا علينا، يعني صحيح بس إحنا بنهيئكم طلبي في موضوع الكيمياء حتى يفيدوكم تصنعوا أدوية جديدة ومحسنة إلى غير ذلك. طيب بلاش يا سيدي. المنظفات الكيميائية أنا بشوف في فلسطين موجودة بكثرة، وستور هون منظفات كيميائية كذا إلى غير ذلك. هذول الناس ممكن نستفيد منهم. أي نوع صناعي، أي نوع صناعي يعني موجود في الضفة ممكن يكون هو له دور في هذا يعني المشوار، ومش شرط يعني يكون التقديم مساعدة بألوفات الشواكل، يعني شو ما بتقدر عليه. يعني أنا مثلا عندي جهة معينة قلت لهم أنا بدي مبلغ أغطي فيه واحد اثنين ثلاثة، واحد فيهم مثلا هذه التيشيرت نروح نطبعها ونجيبها بتكلف $5 الواحد فيهم مع المراعي، بدي مثلا أنا من هذولا 150 بكلفوا كذا، وبدي لانش ساندويشات بكلف كذا. فناس ثانيين بقول لك احنا ما عندناش كاش نعطيكم، بس احنا نتبرع لكم في الأكل. يعني واحد من السوبر ماركت اللي انا رحت عليه شرحت القصة، قال انا بحضر لك 150 سندويشي، ودي واحد يأخذهم يوم ما بدك اياهم الساعة كذا، بيكونوا على الباب جاهزين. طيب بيخلف عليك، هذه يعني اللي بحكي فيه، مش شرط يعني بس كاش وانا روح اتصرف فيه. فهذا الكوميونيتي بارتنرشيب اللي انا حكيت عليه، بس انا بدي اركز اكثر على الشخص المتقاعد، الاستاذ المتقاعد اللي عنده خبرة ثرية جدا في الموضوع، وهذا بدي أسميه Certified Instructor. يعني هذا بدوش أنا أعمل له Certification، لأنه 30 سنة خبرة هو خبير في مجال الكيمياء. فهذا قد يكون رقم واحد حتى يساعد الطلاب يدرسوا ينموا مهاراتهم يستعدوا للكمبيتيشن اللي جاي. وهذا إما Veteran Teacher زي ما نقول، نسميه Coach، نسميه شو ما بدكم، وهو already يعني عنده الخبرات في الموضوع وممكن يفيد الطلبة. واحد ثاني أو هو نفسه يكون قادر إنه يألف لهم منهاج. يعني أنا بعرف في دروس خصوصي عندكم، طب هذا دروس الخصوصي يعني الأستاذ كيف بدرس؟ أنا بعرف بأخذ الكتاب بشرح لهم إياه،
بس في نفس الوقت ممكن يعطيهم أمثلة من عنده، أو يمكن يعطيهم مسائل يحلوها من عنده مش موجودة في الكتاب. نفس الكلام هذا الموضوع، يعني هذا الأستاذ إذا شارك أول سنة وثاني سنة بصير عنده اطلاع على الموضوع اللي يعني يبي ذا كامست بغطيه، ممكن يقترح هو بعض المواد إنه هذه مناسبة يشرح لكم إياها تدرسوها إلى غير ذلك. وبعدين هذا الأستاذ، هذا شيء مهم جدا اللي بدي أحكيه، إنه يعمل workshops في المدرسة، يعني workshop اللي هي workshop، شو workshop يعني بالعربي؟ ورشة عمل، ورشات العمل. المدرسين في المدرسة يعني قد يكونوا بحاجة إلى ورشة عمل في هذا الموضوع. يعني هو يتبرع، أنا بدي أعمل لكم ورشة عمل أفرجيكم كيف مثلا اتعلموا الطلبة عن التفاعل الكيميائي، بإنك تأخذ المادة A والمادة B وتخلطهم مع بعض وتعمل كذا وصير وتحلل النتيجة على غير على ضوء ذلك. يعني يمكن الأستاذ يكون فيها أو هو يكون لهم هاي النظرية وخلنا نطبقها وأنا المشرف عليكم. يعني ورشة عمل من هذا القبيل مفيدة جدا، وهذول again veterans أو المتقاعدين الأساتذة الكيمياء والعلوم هم the best يعني certified people for that. وبعدين آخر شيء the opportunities for employee engagement including classroom visits، يمكن تزورهم في الصف دراسي تشرح لهم الموضوع. يمكن الآن بدنا ندخل موضوع STEM، الطالب يقول طب ليش أنا بعمل هيك، طب ما احنا عاملين STEM في فلسطين وهذا بيشمل الكيمياء، فإذا بدنا نطور هذا الموضوع. فإذا كل اللي بنعمله احنا يصب في انه الستيم يعني will be يعني looked at ومشينه ونطوره، والطلب يعني يصيروا يرغبوا يروحوا لهذا الموضوع يرغبوا. هذا يعني دور الكوميونتي فيها، اذا البارتنرشيب مع البزنس حتى يعني الدعم المالي مثلا، قد يكون دعم معنوي، الناس الثانيين المدرسين سواء مدرسين المدارس او متقاعدين كان اساتذه الجامعات، الوركشوبس هذه يعني موجوده عندكم انا بعرف، وهي مهمه جدا حتى تطور من قدرات الطلبه والمدرسين، تدرب المدرسين حتى انهم يعني يمشوا في هذا الموضوع. كل هذه مع بعضها يعني هي كيف نبدأ وين بدنا نروح الآن. يعني في هاي السلايد كم معي وقت يعني أظلني ماشي، لأنه أنا معي لسه فيديو بدي أفرجيكم إياه يعني مدته نص ساعة تقريبا. في يعني دكتور إذا بنحاول نختصر عشان نعطي مجال للفيديو، لأنه عمليا إحنا لنا ساعة وشوي، كديش تقدر تختصر؟ طيب يعني ممكن أغطي هذا أنا أقل من 10 دقائق ونروح للفيديو، أنت أعطيتوني ساعتين اللي فاهمه. فيعني ساعتين دكتور، أوكي يعني أنا لا بخلص يعني خلال دقائق إن شاء الله. هذه بس تمام. يعني مشكور عيني من المادة اللي ممكن الطالب يدرسها اللي موجودة في الباكت اللي أنا حكيت عليها. لأن سكشن هنا سكشن 2 measurement and promotional، يعني كيف انك انت بدك تعمل تجربه، بدك تعمل قياسات، والقياسات يعني موضح الخطوات وشو تقيس وشو كيف تدون القياسات الى غير ذلك. يعني هذه موجوده في الباكت ممكن تدرسها. اذا انا لو راح المختبر بقدر اعمل قياسات على التجربه بتاعتي بناء على شو درست. هذا موضوع، هذه صفحه اخرى مثلا من الباكت اللي تدرسها. اذا هون بدنا ندرسهم سيرتينيتي في الميجرمنت، دقه القياس معلوم هنا، يعني هذه الصورة الصحيح. في هناك precision وفي accuracy. precision و accuracy. accuracy means إنه الجواب مثلاً خمسي، الجواب خمسي في قديش قياساتك أنت قريبة من الخمسي، هاي ال accuracy. إذا الطالب بيطلع هون بيعرف وين القياسات، التارجت هون اللي هي الدويرة. إذا هذه المنطقة اللي هون القياسات متناثرة مش قريبة من التارجت اللي هو رقم خمسة، إذا هون ما في accuracy. طب هنا في accuracy، بس في كمان مفهوم آخر في القياسات اللي هو precision، اللي هو الدقة. هيك الترجمة؟ accuracy القرب من الجواب الصحيح، والprecision قديش المقاسات قريبة من بعضها. إذا بدي أنا يعني أترجمها،
الآن هذه بدي أخذ هذا اللي هنا، هنا القياسات يعني قست الحاجة 4 مرات وكلهم بودوا تقريبا 5 5 1 5 إلا 1، يعني أنت دقيق في نفس الوقت كونوا مع بعض، عندك بريسيجن في القياسات. بس هنا الدقة ما موجودة، الجواب مو قريب من 5، هاي الأجوبة كلها قريبة من بعضها بس مثلا كلها تقريبا رقم 7. إذا أنت عندك كريدت هنا أنه عندك بريسيجن، قياساتك يعني متناسقة ولكن مش صحيحة. شفت كيف؟ هذا موضوع يدرس يعني في أي مادة علوم أي بالصور. أوكي، وهنا يعني الطالب لما بيقول طب أنا شو بعرف منهم، بجرب بفهم، عارف الجواب عارف ما عارفش، يعني سبميت هون بحط الجواب بدي يعني بختار واحد بكله يعني إذا على الكمبيوتر الجواب صح ولا غلط. هذه السلايد بتبين جزء أو عينة من الأسئلة اللي بنسألهم إياها لما الطلاب يجوا للكمبيتيشن على اللوكال ليفل، حتى على أي ليفل بس مستوى السؤال بيختلف. مثلا هذا جزء من الجدول الدوري، الطلاب لازم عارفين شو بحكي عليه. هذا الجدول الدوري فيه مجموعة من العناصر 8 اللي بدنا إياهم، والسؤال عن إحدى العناصر اللي موجودة هون، وهي السؤال موجود يعني بالإنجليزي بس الترجمة يعني كالتالي، إنه جزء استخدم هذا جزء الجزء من الجدول الدوري اللي معطي لك حتى تجاوب على السؤال التالي، وهو أي العناصر له أقل طاقة تعيين. أيوة، ionization يعني the smallest ionization، يعني العناصر لما بتقيم إلكترون من الذرة بدك طاقة، يجب طاقة التعيين. الآن مش كلهم بيلزمهم نفس الطاقة، بيعتمد حسب الحجم حسب عدد الإلكترونات، فأنت بتأخذها من هون والأجوبة عندك A B C D، فأنت بدك تكون دارس عارف يعني كيف بتتغير طاقة التعيين في الجدول الدوري، تختار بتعلم على واحد وصبمت وبعطيك الجواب. هذا الرقم هون 10 اللي هو التايمر، so لما بحط لهم السؤال بقرأه بشغل التايمر بصير عدلهم 10 ثواني، بتوشوشوا مع بعض، يلا خلينا نختار مثلا رقم مثلا whatever D مثلا ولا C، وبحط الجواب وبيمشي وبعدين بيتصلح. هذا يعني عينة من سؤال معين، هاي الجواب طلع لك مثلا، يعني هم بعد ما يودوا لهذا عمل كليك بعطيهم الجواب immediate feedback، هاي مهمة. هاي كمان سؤال ثاني، هذا عنصر الثاني مثلا، وهذا النقاط هون تمثل الإلكترونات اللي موجودة حواليه واللي بيسموها إلكترونات المدار الأخير اللي valence electrons هنا. شايف بهذا التصميم، يا تصميم للعنصر بيسألك 4 أسئلة عن عنصر الثاليوم، ودك تختار واحد فيهم. يعني انت عندك periodic table، بنعطيهم periodic table وبنقول له يلا اي من هذه الأسئلة بيكون الصحيح، لان بقول لك the lowest symbol of thallium is shown below، what must be true about thallium، شو الصح عليه. أنا آخر سؤال هم بقول لك it has 3 valence electrons and 1 neutral atom، this is the atom. إذا بدك تعمل lowest structure تبعها بتحط 3 نقاط منفصلة على أساس إنك بتحكي عن 3 من الإلكترونات اللي هي valence electrons، وبتعطيهم الجواب وبيقول لك صح ولا غلط، بيصلح لك إياه. وهي كمان سؤال ثاني نفس الشيء، بحكي مثلا عن عنصر فلز metal، يعني الفلزات أنت بتعرفه large number of free moving electrons، so الفلزات عندهم الكترونات بتتحرك، وهذه بتعطيك اي من الخواص التالية للفلزات، هل مثلا بتكون لستر، يعني بتكون مثلا لامعة، ولا بتكون عندها التيار الكهربائي موصل للتيار الكهربائي موصل الى الحرارة، ولا كل هذول. يعني اللي بيكون دارس في الباكيت هذه بيكون عارف شو الجواب، ونفس الطريقة الجواب بيطلع والطالب بيكون عارف، ويعني بتتخيلش قديش الاكسايمنت تاع الطلاب، اوه يعني حصلنا الجواب، يعني بنبسطوا لما يعرفوا جوابهم صحيح. هذه الصوره بس بتبين جزء من هذاك اليوم اللي هم بيعملوا فيه تشالنج. هاي الطلاب كلهم اللي جالسين هنا هم مشتركين في الليفل الاول من التشالنج. هاي البلايز اللي انا ورجيتكم اياها من قبل سنتين ملبسينهم اياها ومبسوطين، كل واحد عنده periodic table جدول دوري قلم وورقة يخربش عليها حتى يعني يتشاركوا مع بعض يطلع الجواب. وبعدين في معاه كليكر، هاي البنت حاملي هنا في ايدها شيء اللي هي الكليكر فيها A B C، لما نحط الجواب والله الجواب A بيكبس A، تتسجله في الكمبيوتر انه هذا الطالب جوابه A، ذاك الطالب جوابه كذا، والكمبيوتر بيجمع العلامات. يعني هذه صورة لايف كانها هنا بالمؤخرة، هذول المدرسين وأهالي مكس، احنا من كلهم جلسوا في الآخر
آخر أسبوع ممنوع تحكوا مع الطلبة لأن الطلبة في امتحان الآن. فهذول بيكونوا بيشاهدوا ولما يعني يشوفوا العملية والطلاب متفاعلين بينبسطوا الصحيح. هذه كمان صورة أخرى بنفس الكلام، وهذه السؤال زي اللي عرضت لكم إياه كيف الطلاب شايفينه على سكرين. هذا المدرس هون متطوع أنا جبته بيقرأ لهم السؤال وأنا يعني مراقب الجميع. الآن شوف شو مكتوب على البلوزي، يعني اخترت هذه الصورة من سنة مختلفة، زاين بانك سميث، هذه سبونسر باي سميث. زين سميث هنا عبارة عن سوبر ماركت ضخم، وزاين بانك عبارة عن بانك. هذول ساهموا في هذه السنة في دعم هذا الموضوع بفلوس بغير، فاحنا بنحط أساميهم على التيشيرت يعني جزء للدعاية تاعتهم. هذه كمان نفس السنة وهكذا. هذا أستاذ موجود، هذه أنا موجود، هذا يعني وهي الطلبة يعني جزء من الكومبيتيشن اللي بيصير. وبالآخر الكل مبسوط. مثلا هذه الصورة، هذا الطلاب المتفوقين نعطيهم ميداليات حسب مرحلة يعني ثالثي الثاني الأولى، أو بنعطيهم مرات تروفي هاي اللي بيسموها يعني كجائزة. مثلا هي إذا بتشوف هنا في بعض الأكل موجود بعد ما خلص الطلبة، مثلا يعني جزء من الدعم بنبسطه. هاي اللي بعدها كمان نفس الشيء، سمايل يعني على كل فيس. هذا الطالب متسابق عنده ميدالية، هذا المدرس تاعه يجي بيتصور ومبسوط إنه طالب يعني فاز. وهذه هاي درع مثلا بنسميه المخذ المرحلة الأولى كفريق، باخذ الدرع رقم واحد رقم اثنين رقم ثلاث. ونفس الاشي شوف الطلب يعني مبسوطين، هذا بيثلج الصدور. هذا بآخر الشو، هذه أنا هنا موجود بعمل لهم ديمونستريشن أنا مدتها شيء 45 دقيقة. الفيلم اللي بدكم تشوفوه بعد شوي صغيرة هو مسجل عن اشي من هذا النوع، حتى انه يعني انترتينمنت زي ما تقول يعني ترفيه. آخر شيء بعد الكمبيتيشن وبعد الأكل وبعد ما الطلاب يعني قبل ما ياخذوا الجوائز، بس مشان يظلوا بعمل لهم هذا الشو معروف عندي بسميه فن وذ غاز، اللي هو يعني مرح مع الغاز، لها معنى مختلف في الانجليزي. هون لما بقول لهم فن وذ غاز كلهم لازم يضحكوا يعني المعنى شوي صغير مختلف، ولكن المعنى علمي يعني ما بنعطيهم مش يعني مجال ان نحكي كلام مش مقبول في المدرسة. على كل حال فهذا الشو اللي هو بيختم فيه الموضوع، وانا يعني بايونير في هذا المجال. واي طلاب يجوا على الجامعة عندنا دائما بلتقي فيهم بعمل لهم هذا الشو بناء على طلب من مدرسين ومدارة الجامعة غير ذلك. هذا اخر سلايد انا حطيتها يعني بس قبل يومين على السريع، حتى احكي لهم ان عندنا في الجامعة ستيم سنتر موجود عندنا هون، اسس هذا من فترة مش بعيدة 2014، مدعوم من الحكومة المحلية، وهذا الهدف منه زي ما حكينا يبي ذاك مثل نجيب الطلاب ونشجعهم في موضوع العلوم والإنجينيرينج. جزء من الأكتيفيتي كيمستري، بس هذول الطلاب مثلا بيعملوا جيولوجيا رحلة ميدانية، هذول الطلاب عندهم إشي بالكيمياء بيتعلم، هذول الطلاب روبوتس وكذا إنجينيرينج وإلى غير ذلك. يعني هذا المركز بيرعى جميع النشاطات العلمية اللي انتو سميتوا ستيم بالستاين. المبلغ اللي بيجي هذا شهر سنويا دعم من الحكومة اللي فهمته 150 ألف دولار حتى تدعم أي نشاط في موضوع العلوم أو الهندسي للطلبة في المدارس، وفقط هذا بيغطي كل طلبة المدارس من صف أول لصف توجيهي. أنا إذا بدي فاندينج للبرنامج تاعي ممكن أقدم لهذا وأخذ المبلغ اللي بدي إياه، وأنا يعني لي قنوات أخرى إني أجيب منها الفلوس يعني، فبحاول أوفر المبلغ لهم للإشي اللي بيعملوه في الجامعة. وهي الويب سايت تاعتهم ولهم فيسبوك وإلى غير ذلك، إذا حدا بيحب يطلع أكثر يعني يشوف أكثر كيف هذا البرنامج بيشتغل أو هذا المركز موجود. فأعتقد أن هذه هنا آخر سلايد يعني كنت حكيت فيها. أنا ما حكيت كيمستري كثير، حكيت تكنيك، حكيت تجربة، خلينا نسميها تجربة اللي أنا جزء منها من كذا سنة، وأنا شفت أثرها على الطلبة يعني في كثير من المواقف. وعندي برنامج شبيه في هذا لطلاب المرحلة الثانوية فقط، هذا المرحلة الإعدادية خلينا نسميه، وسميهم outreach programs. ويعني الأمور ماشي، وأنا يعني أتمنى إنه عندكم يعني في ناس طبعا qualified وناس إنها تتبرع بوقتها وجهدها
ونموا هذا الموضوع ونمشي يعني كلنا يد بيد إلى الأمام ونبني البلد ونبني الطالب والإنسان، وهذا أملنا الصحيح. ويعطيكم العافية لعندهون، بظل عندي بس الفيديو لمدة نص ساعة إذا بدكم تسألوني شيء ولا تحكم معي شيء أو نبدأ الفيديو. تمام، شكرا جزيلا بروفيسور، يعني يعطيك ألف عافية. بداية نخوف على طموحك وعلى إصرارك عشان توصل لأهدافك، لاحظنا فيك الشغف عشان تتعلم وعشان تصير توصل. بنلاحظ كمان إنه قديش مهم يكون الطالب واعي بإنه لازم يكون مثابر ولازم يكون عنده دافعية للتعلم، خصوصا في هاي الأيام إنه العلم بطل مقتصر على طريقة أو تنتين، بالعكس انفتحت طرق كثيرة. ولا شك إنه هاي المسابقات يعني خير حافز ليزيد رغبة الطلاب على التعلم، فشكرا جزيلا. أنا هذا اللي قصدته، يعني ما قصدت إني أحكي لكم في برنامج عن بحث علمي أنا قدمته أو نشرته. كل في هالمرحلة بدنا شوي يعني نشجعهم ويبدأوا، وهذا يمكن يعني البحث نحكي فيه بأي مكان في جلسة أخرى يعني في المستقبل. لكن أنا حاولت إني يعني أتواصل معكم زي ما بتواصل مع الطلبة الأمريكان في المنطقة اللي أنا فيها، ولعل إن شاء الله يعني يكون مفيد. دكتور تسمح لي بس أعقب على اللي حكيته؟ أول إشي يعطيك العافية. اللي بعرفنيش من الموجودين الدكتور ميشيل حنانية من جامعة بيت لحم. أول إشي بدي أحكي لك يعطيك العافية على البرنامج الرائع اللي بتعمله، اللي فعلا بحفز طلاب المدارس إنهم يدرسوا الكيمياء، وجيتهم على الجامعة إشي مهم جدا يشوفوا شو في إشي بالجامعة. إحنا في عنا ترند أو في إشي يعني بصير إنه الطلاب يعزفوا عن دراسة العلوم وعن دراسة الكيمياء. بصراحة مش بس في فلسطين، بجوز هذا ترند عالمي. فتشجيعهم على دراسة العلوم وخاصة الكيمياء هو إشي رائع جدا، فهذا إشي ممتاز من طرفكم. بحب أحكي كمان عن موضوع الريسورسز، يعني المشكلة الأساسية اللي إحنا عنا إن المدارس ما فيها ريسورسز إنه تفرج الطلاب. يعني غالبية المدارس حتى ما في عندها مختبرات للكيمياء، واللي عندها بتكون متواضعة، فبضطروا يجوا يطلبوا كثير مرات منا مواد نعطيهم إياها، أو يجوا عنا على المختبرات يتفرجوا. أنتوا حليتوا هاي الإشكالية بإشراك المجتمع المحلي مع الجامعات، وهذا إشي رائع جداً، ويجب عليهم أنهم يساعدوا طبعاً، لأنه هاي سايكل بيطلع الطلاب من المدرسة بيجوا على الجامعة، بروح على الاندستري، بعد يرجعوا كمان مرة أولادهم على المدارس، وهلهم مجرّة وهلهم مجرّة في هاي سايكل. وفي إشي أنت حكيت عنه لازم أنا أحكي عنه، إنه بصراحة إنه الطلاب اللي في المدرسة لازم يكونوا محضرين للجامعة، وهذا بيجي دور وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وتسمحوا لي أحكي هذا الشيء، يعني إنه ما في عنا تنسيق ما بين التربية والتعليم والتعليم العالي، فبالتالي ما في سياسة بدي أحكي تعليمية لاستكمال المدرسة للجامعة. يعني الطالب بيطلع من المدرسة بفكر حاله رايح على مدرسة أعلى شوي، لا حتى لا بطريقة التفكير، لا بطريقة الشغل، لا بالمعلومات اللي لازم تكون موجودة عنده، إلى آخره إلى آخره. زي ما أنت ذكرت يا دكتور إنه التبصيم بيكون أكثر منه موجود في المدارس. كمان إشي اللي حب أنت حكيت عنه وأنا حب أذكره هون، اللي اسمه Applied Chemistry، الكيمياء التطبيقية. حالياً طبعاً إحنا نعرف إنه في شيء اسمه Theoretical Chemistry، الكيمياء النظرية، وفي Applied Chemistry. بطل في مجال إنه ندرس بس Theoretical Chemistry، لأنه زي ما ذكر الدكتور إنه الكيمياء موجودة في كل لحظة من لحظات حياتك بصراحة، فبالتالي تطبيقاتها هي المهمة. البيس أو الأساس بضل هو الكيمياء النظرية، وتطبيقاتها هي المهمة. كمان أذكر إشي مهم، إنه طلاب المدارس بلشت في الفترة الأخيرة تعمل إشي اسمه ساينس فيرز أو معارض علمية. قد تكون في بعض منها وصل لمراحل جيدة، ولكن لساتها بتضل متواضعة. كمان عندنا تجربة، وآخر إشي بديش أطول عليك، بس حبيت أعطيك فكرة عن شو موجود عندنا بفلسطين. في عندنا بفلسطين بنعمل إشي اسمه معرض فلسطين للعلوم والتكنولوجيا. على سبيل المثال التربية والتعليم عملت هذا المعرض في منطقة بيت لحم، نحن استضفناه كجامعة بيت لحم، استضفنا هذا المعرض اللي
بحكي عن أشياء كثيرة، مش بس عن الكيمياء، بحكي عن علوم التكنولوجيا بشكل عام، منها روبوتكس، منها كمبيوتر ساينس، كيمياء، بيولوجي، وإلى آخره إلى آخره من العلوم والتكنولوجيا اللي شبيهة in a way or another طبعاً، بس بطريقة أبسط بكتير، إنه في بيعملوا في مدارسهم، بتأهلوا المدارس للكومبيتيشن الموجودة في العالم، مستوى الجامعة اللي عندنا مثلاً أو المستضيف، بعدين بيطلع على مستوى البلد عشان تصير ناشنال، بعدين بصير انترناشنال، بصراحة بصير على مستوى دول تانية. ففي عنا هاي التجربة المتواضعة اللي بلشت طلابنا يعملوها، وهذا بقدم حقيقة الشكر للتربية والتعليم والقائمين على هذا الشيء، انهم بلشوا يفهموا شو معناته، عفوا بلشوا يستوعبوا شو أهمية هاي الأشياء الموجودة وكيف لازم الطلاب تشوفها في المدارس. وكمان مرة مشكور يا دكتور على الإيضاح وعلى المحاضرة الرائعة اللي عملتها، حياك الله. عفوا على الإطالة. لا ما في مشكلة، عقب بس بدقيقة واحدة على شغلتي ما أعرف يوم ذكرتها أخي الكريم، اللي ساينس فير. عندنا ساينس فير يعني شيء أساسي ومهم جدا جدا في المدرسة في المرحلة التعليمية في المدارس. اللي بدي أضيفه أن الساينس فير عندنا هنا تحتضن الجامعة، لأن طلاب المدارس بيشتغلوا مع مدرسينهم وأهلهم إلى غير ذلك، بحضروا الساينس فير، بحضروا اللوحة اللي بده يحكي أو بالمشروع تاعه، ولكن العرض بيكون على الجامعة، في الجامعة، على في الكامبس يعني. بيجي وإحنا المدرسين مع طلابنا اللي بنكون بعملية التقييم. هذه الخطوة حسناتها إنه بجيب الطلاب للجامعة، فما في الهوية هذه، وهذا اللي تفضلت فيه إنه في يعني disconnect بين الجامعة والمدرسة. هذه فرصة إنه الطلبة تيجي على الجامعة، ولما يجوك المرحلة الإعدادية بيوم والمرحلة الثانوية بيوم، بيكون عدد الطلاب المدارس في الجامعة بأي من هذه اليومين أكثر من عدد طلاب الجامعة. عندي 15,000 طالب جامعة، جزء بيجي قدهم عدد طلاب المدرسة يعمل الساينس فير. فهذه نقطة مهمة نجلبهم إلى الجامعة، والجامعة ترعى التقييم وإلى غير ذلك. أو يعني الشغل الثاني لما أنا حكيت عن الـ you be the chemist challenge، آخر مرحلة يعني الطالب شو مستفيد؟ أولاً بيتعلم، ولكن في نواحي مادية مهم أن نسمعها. الطلب اللي بيروحوا على المرحلة الأخيرة الناشنال كومبيتيشن وبيفوزوا، أحسن خمسة منهم إذا بتذكر الرقم مظبوط بحصلوا scholarship للبكالوريوس، complete paid tuition للبكالوريوس في أي جامعة بيختاروها، مدعوم من الاندستري اللي جابتهم لهنا، زائد الباقيين بيحصلوا كاد يحصلوا مثلاً في 50% scholarship للجامعة أو ما يشابه ذلك، بيحصلوا جوائز عالية ولها قيمة، مثلاً لابتوبس، كل واحد بيجي بيعطوه لابتوب، كل واحد بيجي بيعطوه مثلاً سوت معين له علاقة بالعلم، يعني لاب كوت ولا إلى غير ذلك، شنتي فيها مثلاً مواد تحضير غير ذلك. بس الأهم من كل هذا بيعطوهم سكولارشيب. إذن ابني أنا بده يشترك وبيعرف أنه النهاية إذا جاب فاز ووصل للنهاية يمكن حصل سكولارشيب تغطي 4 سنين من دراسة البكالوريوس، $100,000، يعني it worth it، تسوى هذا الكلام بروحه. إضافة إلى أنه أنا حضرت واحد من الناشنال، كنت مشارك فيه بالتقييم الناشنال كومبيتيشن، عدد أو نسبة الطلبة اللي شاركوا وفازوا، لاحظ هذه النقطة، شاركوا وفازوا معظمهم هوم سكولينج. عندنا نظام الهوم سكولينج، الطالب أهله بلوش يرجع على المدرسة لسبب أو لآخر، يدرسوه في البيت أو يجيبوا من يدرسوا في البيت. وهذول الطلبي أنا والله تفاجأت يعني إنه هم اللي فازوا وهم هوم سكولينج، دارسين في البيت مع أهلهم مع مدرسينهم من حالهم إلى غير ذلك، وجاوب الأسئلة اللي تعرض عليهم just like this بسرعة. هذول هوم سكولينج يطلع. وعدد كبير منهم immigrants، يعني هذا يثري أمريكا الصحيح، immigrants بيجوك من برا، يعني مش كلهم مهاجرين، مهاجرين أو المهاجرين، المهاجرين نعم. عدد كبير يعني الموتيفيشن عند الطلاب اللي جايين من برا عالي جدا جدا، والناس اللي بحالفهم مش الحد يروح على المدارس يسوي الآخر، بدرسوا في البيت لسه، هم هذول غير مهمشين، هذول هم الطب طلعوا في هذاك السنة اللي أنا رحت عليها، وأنا متأكد إنها كل سنة تقريبا نفس العينات بتيجي.
دكتور حسين يعطيك العافية، دكتور الله ميشيل يعافيك يعطيك العافية. السلام. بس تعقيب صغير، يعني احنا في عنا اولمبيادات يعني شبيه في الكيمستري تشالنج، اولمبياد الكيمياء، اولمبياد الرياضيات، او اولمبياد العلوم، وحتى بنشارك فيه على مستوى العالم، انعقد في الامارات، انعقد في قطر اكثر من مرة، بجوز مش ريجولار يعني مش بشكل منتظم، لكن يعني ان شاء الله في الخطه انه نرجع نتنشط في هذا المجال. موضوع زياره الطلاب للجامعات، المعارض العلميه، الشغل مع الجامعات كمان في ضمن برنامج ستيم فلسطين هو احد المكونات الرئيسي، ان شاء الله قريبا جدا. يعني احنا اشتغلنا شيء بالصيف العام الماضي وال2019، توقفنا فتره كورونا، لكن ان شاء الله راح نرجع. دكتور ممكن نعرض الفيديو أو جزء منه وبعدين نأخذ أسئلة إذا سمحت، تفضل. نعم حاضرين. So fun with gas. We're gonna do a couple of demonstrations, several demonstrations. Okay. اوكي بس اعطيكم مقدمه سريعه بثواني. هذا الفيديو انا سجلته من شهر ونص تقريبا، هي مكتوب جانوري 11 11 واحد، يعني شهرين او شيء، لطلاب الصف السابع، عدد منهم حوالي 45 طالب. هذول لهم زياره للجامعه كل سنه بهدف التعريف بالجامعه، يعني الجامعه منسكه مع المدارس، بيجيهم كل سنه، وانا كل سنه بلتقي فيهم في هذا البرنامج، عباره عن ديمونستريشن في الكيمياء اسمها Fun with Gas، اللي مرح مع الغاز، وبعمل لهم هذا البرنامج. فقررت اني اسجله فيديو كواليتي، جبت المركز المتخصص في الجامعه انهم يسجلوا لي الفيديو وانا بشرح، وهذا اللي بدي اعرض لكم اياه. بعمل له يعني بوقفه كل شوي بشرح الماده الكيميائيه من يعني ورا كل حاجه بجيكم اياها، انترتيننج للطلاب، يعني بشجع الطلاب انهم وهذا الكلام بخلي الطلبه او كيمياء يعني ببطلوا يخافوا من الكيمياء. هذا الهدف من هذا البرنامج اللي بعمله 20 سنه انا وانا في امريكا وفي الجامعه اللي انا فيها بالذات. And they all relate to the gases and their properties. But you guys are seventh graders, my understanding. And you had science classes in your school. Then I'm going to ask you questions. You don't raise your hand in college, right? In middle school, high school, you do to answer. But in college, you just say the answer if you know it, okay? So, يعني مشان نشجع الطلاب انه انا بسالكم انتم بتجاوبوا وترفعوش ايديكم، هذه طبعا ظاهره موجوده في المدرسه، في الجامعه كلهم بلاش، يعني بس جاوب راح تشوف انه مش الكل بيسمع. Question number one. Give me an example of a gas that you know familiar with. Don't raise hand, just give it to me, right? Okay, say that again. Hydrogen is one of them, right? Oxygen, wonderful. Helium, propane. Wow, you know a lot of sciences here. Okay, I want you to stare at this chart on the wall, and that chart is called periodic table of the elements. The elements that are known to scientists these days, they do include a good chunk of them gases. And you mentioned, you just mentioned some of them, hydrogen. So that chart lists the gases with their symbols. Which one is the hydrogen? What symbol is the hydrogen? H. Can you see H, everybody? This is the first element here. That's H. And somebody... Okay, so اللي سألتهم إياه أنا بترجم للطلبي إنه أعطوني أمثلة من الغازات اللي أنت بتعرفوها. طبعاً صار غاز الهيدروجين وغاز الأكسجين وغاز نيتروجين لا غير ذلك. هو جناهم periodic table اللي هون الجدول الدوري، شو العناصر يعني الرمز لكل عنصر. You mentioned helium, right? Okay, and which one is that? HE. And somebody mentioned oxygen. Which one is that? O. We have O. We don't have O2, right? And what other gas you mentioned? Propane. Somebody mentioned propane, right? Is it here? No. Some gases are made up of those elements, but they are not listed. So these elements are the basic elements to know the universe, including propane. Does it make sense? Okay. Now, gases do exist in the form of molecules. That vocabulary is good to hear about. Molecules. And when you say O2, when I spoke about the oxygen, you said O2, that is a molecule of two atoms of oxygen that does not exist in the chart because that's the symbol, but it does exist in the air, O2. A representation of an O2
molecule is something like this. يعني نحكي عن الأكسجين إنه في الشارت O هذا السيمبل، ولكن في الطبيعة الأكسجين موجود داي أتوميك غاز جزيء من ذرتين وبعطيهم يعني موديل كيف بيبين. So you see the two atoms stick together. So this is a molecule, right, of oxygen. Hydrogen has a symbol H, but if the hydrogen is in the balloon, it won't be H's, just one H at a time, but will be molecules of hydrogen in the biatomic or diatomic molecule, H2. And this could represent a molecule of hydrogen. Same thing with hydrogen. We want to compare now the oxygen molecule to the hydrogen molecule. There's a lot to compare. What is the first thing you see different between those two molecules? Color is different, size is different, right? Let's focus on the size. Different. What similarities you see here? This is bigger, right? What similarities? Diatomic, diatomic, we call it, two atoms, right? But this molecule here seems like multi-atomic molecule, bigger. يعني بنخلي يفكروا انه شو المقارنة بين هذول الجزئين، واحد كبير واحد صغير، هم قالوا اللون طبعا لون انا دهنا، ولكن واحد كبير واحد صغير، هذا بيأثر على الحركة تبعت كل واحد فيهم مين اسرع. ويعني فبنجيب لهم جزيء اخر، هذا الجزيء اللي حامله يمثل جزيء البروبين او بروبان، فهو اكبر لانه في عدد ذرات اكثر. Okay, you don't see him, right? But I mean, have a lot of atoms to them. So the number of atoms decide the size of the molecule. Let's again focus on the oxygen and the hydrogen. These are gases. And if you put them in a container, they will never sleep. Do you know what that means? They keep moving. You are not sleeping, what do? You keep moving in the bed. Maybe you walk to the kitchen, you come back, right? So these molecules are walking all the time. I'm gonna ask you another question. Based on the size, the mass applied, which molecule moved faster? The small molecule, right? Did you know big, small kids run faster than big kids, right? So this one moves much faster than this molecule, four times as fast. Let's try to think of something realistic related to these molecules. مفهوم اللغة ولا أترجم كل شيء للطلب يعني بسأل؟ يعني مفهوم لحد ما مش صعب كثير. كويس، يعني نحكي عن تفضل. وكل مش لهالدرجة يعني عارفين ومفهمينه. كويس، طيب. Okay. If the two molecules are placed on the west coast of this country, California somewhere, right? And we're gonna order him to run straight to New York. Straight, okay? How much time this small molecule would take to get to New York running? 1 hour. 1 hour. Then, how much time this molecule would take to cross the same distance? Would it be 1 hour? More or less? More, about 4 hours. See? Four times as much, or the distance of the time. So 1 hour, that's much faster than an airplane, isn't it? يعني هذه ظاهرة أنا عملت لها شوية حسابات تقريبية، وهذول الجزيئات لو موجودات على في غرب أمريكا بيمشوا للشرق قديش مسافة بدهم بحسابات تقريبية شبه دقيقة، إنه ساعة جزء الهيدروجين بيوصل نيويورك بهذاك بده 4 ساعات، وفي كلا الحالتين في كلا الحالتين أسرع من أي طيارة. يعني فشو السبب هون؟ كله إنه فن وذ غاز هي التجربة، فأنت لما في غاز بيطلع ريحة ولا كذا كل واحد بيشم الغاز بسرعة، لأنه الغاز يعني بينتشر بحكم أنه عنده كينيتيك انرجي عالية، طاقة الحركية عالية. Even this one fascinating. To tell you they move fast. You know what that means? If there is a gas in here that smells, right? Gives you some smell. And I open the bottle of that gas, everybody will be able to smell it quickly for the reason that the molecules move fast and they come to your nose. And you smell it. Does it make sense? Wonderful. Now these are called physical properties. Physical properties. physical chemistry. Yeah, it's not my area yet, but I want to dive into my area, chemistry. I want to look at the chemical properties of those molecules. For that reason, I brought two equal sized bottles of the two gases that I'm interested in, the hydrogen and the oxygen. You cannot tell which is which because none of the gases has smell or color or anything. But because I labeled them when I filled them up. So this bottle here has the hydrogen gas. So it stands here. This bottle is the oxygen gas.
What I'm gonna do, I'm gonna mix the two gases together. How do we mix gases? We know how to mix solids and liquid, right? Gases? Well, we try to take advantage of their movement to mix. So, one more thing before I mix them. The size tells the mass. So hydrogen must be the lightest molecule ever in the periodic table. That's why it resides on the top. Very light compared to the oxygen. If I open this bottle that has hydrogen, the way it is standing right now, the hydrogen escapes quickly. I won't be able to control it. To keep it there, I'm gonna open it upside down. Does that make sense? Okay, so let's do that. And we just set it up here. So this way we guarantee the hydrogen stays in. Oxygen don't have to do that because oxygen is heavy enough to stay in the bottle. Make sense? Okay, so here it is. And I'm gonna put the two bottles mouth to mouth like that. Now you understand the gas molecules are moving, then they are getting mixed, right? هذا سؤال بس أنا مياه إنه الغاز الهيدروجين الدنسيتي تاعته قليلة جدا أقل من الهواء إذا فتحت العلبة بيطلع الغاز وبيروح وسلامتك فكيف بدي أفتح العلبة وأخلي الغاز موجود فيها كثير منهم يعني كذا مرة سألت سؤال كل يفتحها وهي مقلوبة زي هيك بضل الغاز بالداخل فهذه يعني النقطة وبعد كيف نمزج غازين مع بعض بنمزج يعني حليب وسكر ماشي سهل بس هذول كيف يعني رأس ماله بس تحطهم مع بعض لأنه هم بيتحركوا بسرعة بين بنمزجوا مع بعض بسرعة يعني هذا الفكرة هذا الفيزيكال بروبرتي. I'm gonna speed up the mixing process by doing this too, right? So all of that is still physics. I'm just doing physical mixing. Make sense? So what I want to do, I want to check on the properties, chemical properties of those gases. I'm gonna separate them like this. And I believe we should believe as well that. We have a gas mixture in each bottle of the two gases we mix together, right? So what I want to check on is their flammability. Are they flammable? Do they burn, in other words? Yeah, okay. I thought that wasn't going to work. Like 3 years old matches, but it works. So I want to ignite the bottle that has a mixture. And we'll see what happens. If the reaction goes on, if they are flammable, then you will notice fire, right? And if nothing happened, they are not flammable. Does it make sense? So we bring that little flame here to the bottle that has the يعني نحاول إن نفرجيهم السيفتي في المختبر. عندنا number one safety في المختبر تحط goggles على عينيك. في النجاح وأنا كنت أدرس كان number one safety lab coat. وكانت النظارة مطلوبة يعني كان ثنتين هنا اللاب كوت أنا لابس لاب كوت ولما أروح على المحاضرة اللاب كوت الكل بتطلع ليش مش مطلوب ولكن النظارة مطلوبة فأنا بحاول أكون مارل حطيت الجوجلز هذه وبدي أعمل يعني أولع المكسجر أشوف كيف وهذا الجزء اللي الطلبي ببلشوا يفتحوا عنهم أكثر إني نعسان بيصحى واللي صاحي بيفتح عنه أكثر ولا غير ذلك تشوف النتيجة so two gases. You guys ready? Count three. Two, one, go. There you go. So what that tells you, that little explosion is an indication of a chemical reaction. That's an evidence of chemical reaction. So do you think the gases are flammable, combustible? Do they burn? Do both burn or maybe one of them, the one has that properties and the other one is not? You cannot tell, right? We're gonna learn more about it. But what I want to do is the same thing to this bottle. What do you expect to happen again? Now you know some science. Same thing, right? Ready. There you go. So then the two gases together, they burn in a way that we can notice the chemical reaction. But we're talking about flammability. Hydrogen is known as it is very flammable gas, explosive gas. However, you might not know the properties of oxygen. Oxygen is not combustible. It does not burn on its own. It doesn't, but it's important to burn anything. هذا المسكونسبشن الطلاب عندي حتى يعني عندهم انه كل شو الغازات اللي مثلا يعني مشتعله الهيدروجين بقول لك الاكسجين بقول لك هو اكثر شيء الاكسجين هو غاز غير مشتعل ولكنه ضروري ليساعد على الاشتعال ف
فهذه النقطة اللي بحاول أفهمهم إياها، وراح أفرجيهم بالمقطع القادم إنه لولا الأكسجين الاشتعال ما بيصير، بس الأكسجين لوحده ما هو المشتعل. It supports combustion. Does that make sense? So that's what the job of the oxygen is. When you start brush fire, if you start it in vacuum, no oxygen, it doesn't start. You have to have air coming to it because the air brings oxygen, then it starts. And then if you bring more air, like wind, then you bring in the oxygen even faster, then the burning goes even faster. That's why it's hard to control wildfire when it's windy in California in the summer, if you remember anything. When it's windy, it's hard to control any wildfire. But when it's calm, maybe it's easier because oxygen would come in faster and the burning goes on fast. Okay, so this is as far as those two gases. I want to write some chemistry on the board for you. We said the oxygen is a diatomic, then we would write O2 for it to start the chemical equation. And we said also hydrogen is diatomic. What would I write for the hydrogen? H2. Now we notice they reacted. What did they make? Anything react? Any two things react? They must have produced something different. What is the product? Thank you. No, it's H2O, right? Water. So that reaction produced a little water in this room in the form of moisture. Believe it or not, we increased the humidity in this room by a little bit from this reaction. Because there were nowhere to go for those atoms of hydrogen and oxygen, but to become water. And water is always in the atmosphere in the form of moisture. Does that make sense? All right. So this is called a chemical equation to represent the reaction. Now I'm to the dead body, but I never ever touched a dead body, even a bird. And I'm reluctant to do it. So that dead body, جابت لي المدرسة اللي جت معاهم عبارة عن كنتينر وفي dry ice, ما في dead body. بس سألوها شو معاك؟ قالت لهم طير ميت. فكلهم بلاش نروح يعني كذب شيء. قالت لي انت اكذب عليهم الكذب وشوف كيف تفاعلهم. فأنا بحكي لهم اني بدي طلع dead body الطير الميت من هنا, وأنا ما عمريش يعني بحبش أشوف شو ردة فعلهم. يعني هذه مسخرة شوية من المدرسة. To deal with that once for me? Okay, so let me, if I take you, what would you do? How are you gonna handle it? You're gonna just take out the dead body for us? Okay, and then you take it out of the box? Okay, I'll let you do that when I run out because I don't wanna see it. Is that okay? Yeah, I'll be scared. I won't have a good sleep if I see a dead body. You wanna do that? Oops. How about I close my eyes and do it? That gives me an impression I did not see anything, right? Would that work? Am I here right? Right place? Yeah. Okay. Remember this what? Better that. So there is a dead body here. Tell me what comes out. I don't see it. I don't want to see it until you tell me, okay? Oh. Oh, that's not dead body. See, look, curiosity. Wonderful. I'm glad it's not dead body for me. Well, it's dead something, right? What do you call this, my friends? Dry ice. Why they call it dry ice, not just ice? Can I call it ice? Why? Okay. So is it cold? Real cold? Yeah. Do you know what? If I keep my hands on it for a little longer, it will burn him as if I keep my hand on a flame. You get burned by heat, by cold. Did you know that? So that's why I just touch it and move my hand quickly. So this is called the dry ice because in reality, it's dry against wet, right? You see, the surface is dry and it's everywhere, it's still dry. But if you put regular ice on it, it melts, it becomes wet. Does it make sense? Then this here does not melt. What does it do instead? It smokes. What is that called in science? Sublimation. Yeah, هذا vocabulary مليح يسمعوها الطلبة. Sublimation اللي ظاهرة التسامي بالعربي, اللي بتروح من الصلب إلى الغاز بدون ما تمر بالمرحلة السائلة. وهذا dry ice يعني بشوف العربي بيسموه هذا يعني الثلج الجاف مثلا الترجمة ما أعرف يعني. دكتور حنانية عندك معلومة؟ لا بالعربي ما بعرف. dry ice هو الثلج, هو عبارة عن كربون دايوكسيد, ثاني أكسيد الكربون المجمد.
وهذا درجة حرارته ناقص 78 درجة مئوية. ولو استعمالات كثيرة، هذا المعلومة للطلبة، مثلا الكوفيد فاكسين لما طلع من فايزر لما بيعملوا له شيبينج من ولاية لولاية لغير ذلك لازم يكون على درجة حرارة منخفضة، فكانوا يعملوا له باكين مع دراي آيس. هذه القطعة يعني تقريبا هاي كيلو وزنها، إذا بتخليها هون على درجة حرارة الغرفة يمكن تستمر ساعتين إلى جوز 4 ساعات قبل ما إنها كلها كومبليتلي يعني تتحول لغاز. فإذا يعني you can put it on the airplane وتعمل شيبمنت من نيويورك لمنطقة بعيدة وبسرعة توصل وبيدخلوها على الثلاجة قبل ما إنها تذوب، بظل الفاكسين يعني ماشي حاله. فهي لها استعمالات كثير يعني الصحيح. واحدة مننا بيستعملها هون fun with gas، نشرح للطلبة شو مكوناتها وكيف بتشتغل يعني. Sublimation, right? Sublimation. So you see that smoke comes out. This is the sublimation. So what is the material? What does it look like? Is that really water in the solid form? No. Is that propane? No. What? Is that really oxygen? No. It is carbon dioxide. Guess what your carbon dioxide? Is carbon dioxide gas at room temperature or liquid? Gas. What is it? Do you deal with carbon dioxide in your life? Every 15 seconds you deal with it. How's that? Yeah, you breathe it out. Every 15 seconds you breathe out carbon dioxide. And if we collect it and cool it down, it becomes solid like this. This is called dry ice. It's carbon dioxide in the solid form. And that sublimation, look what I'm going to do. I'm going to crack this huge bulk thing this way. And I know I'm going to create a mess here, but it's okay. You know why it's okay? Because the sublimation, it cleans itself up. I don't have to worry about it. Nothing wet left behind. And I take that big piece and put it here, and it makes noise. And this noise because of the sublimation, right? And you move it, vibration. Still making the same noise. Oops. Sublimation. And I take this piece and put it in water. You see the sublimation. Yeah, well, الطلاب بصيروا excited يعني شغلة جديدة عليه. Fun with gas, right? Fun with gas. Look at that. So crack this one a little further. Oops, there you go. So what about this? This is a bottle. Let's stop that noise from keep going. And I gotta put small pieces of this dry ice in this bottle here. And I'm thinking to stop that sublimation thing. So sublimation, as you see, gas coming out. Gas need more space, but we have limited space for the gas here. Okay? And what do you think is going to happen? We'll see. Nothing happened. Where's the sublimation? You need more room for the gas to expand to. And here it's limited. And let it go. Let's see what happens. And now we start thinking, oh boy, it's not really responding. Nothing is, oh, there you go. Now it is respond. Can you explain what you just observed? Why is that? Sublimation means the gas needs more room than the solid, right? Chemists are smart sometimes, right? So if I want to put this one real tight and even wire it, not to let it go for sublimation to stop it. You know, that would be what. So أنا بنوضح للطلاب إنه الضغط يعني بيتكون في داخل الكزازة الصغيرة هذه وبيزداد وبيزداد لأنه sublimation متواصل يعني ما بوقفش، بعدين بصير واصل لدرجة إنه يا بتنفجر القنينة يا الغطاء اللي بحط عليها بتطير في السقف، وهذا اللي صار وفرجيهم إياه. لأن المرحلة اللي بعديها خليهم يفكروا كلهم بدي أحط عليها واير زي هيك ربطها اللي ما تطلعش هذا اللي، فكلهم بيصفنوا يعني ليش بدها تنفجر بعد بصير مؤذي. فأنا بقول لهم هذه فكرة غبية. فهم يعني بيقولوا أستاذ بيحكي عن حاله غبي يعني بيشوفوه أنا غريبة يعني. هي فن وانترتينمنت. شوف شو رد الفعل. That's called the stupid idea, right? You don't want to do that because it will explode, right? Okay, so it's gonna pop again. We'll give it the time to pop. And we start talking about chemical properties. Gas expands, that's physical property. So the chemical property, we want to talk about it. Oh, there you go. Oh, did I lose it?
on the table. Okay. Oh, here it is. Thank you. These are a little foggy. So let's think of combustibility, the flammability. We know the hydrogen is a flammable, maybe it's explosive even. Oxygen supports that. What about carbon dioxide? Can we burn it? No? Yes or no? Vote. Yes? No? Okay. يعني الطلاب يعرفوش إذا إنه ثاني أكسيد الكربون ممكن إنه يكون مشتعل. فبنكلهم بعد هاي التجربة إنه في طفاية الحريق الصغير هذه في كثير من الحالات صاروا بحطوا فيها ثاني أكسيد الكربون لأنه هذا بيقتل الحريق. فهذه التجربة بتخليهم يفكروا إنه يا معقول يعني إنه بالكربون دايكسيد فيش حريق بيمشي. So speculation is always a cheap experiment. What we do, we just put that flame in. What is going to happen? Either it's explosion or it goes out. Yep. And we do that again. Okay, we do the experiment twice. Same thing. What that tells you, it is not combustible. It does not support combustion either, does it? What about oxygen? This is a bottle of oxygen, new one. So this is not even burning. Look at this. I'm going to stick it in here to show you that oxygen supports combustion. Watch what happens. Catches fire. And you put it here, it goes out. And it has to be glowing. Put it in, catches fire. There you go. Out. On. Off. On. Off. On. Off. Like switch. On, off, as many times as you can do it. How's that? So it's telling you this gas here, the oxygen, support the combustion. While this is sticky, just glowing with enough oxygen, it's going to catch fire, right? So here is the big question for you guys. You are the scientist of the future, right? Okay, critical thinking question. We have oxygen in the atmosphere, don't we? What is the percentage? Anybody knows? Just say it. Under 20%. Okay, so السؤال كان شو نسبة الأكسجين في الجو؟ وكثير من الطلبة بيعرفوش بس مو مشكلة، هي تقريبا 20%. وتقريبا 80-79% نيتروجين و1% الغازات الاخرى. فانا بسالهم سؤال تشالنجينج، يعني حسب هاي التجربه تحط جلوينج ستيك في الاكسجين بتولع، تحطها في الكهرباء بتروح، بس هي مش محترقه يعني، بس يعني شوي عليها جمر زي ما نسميها بتولع، لانه الاكسجين سبورت ذا كومبوزيشن، بيساعد على الاحتراق بشكل كبير. فسؤالي لهم، فكر اذا الجو 100% اكسجين فيش فيه نيتروجين وصارت حريقه، وين بتفضل تكون؟ تروح يعني تطفي الحريق اللي بتصير، ولا تطلع الجبل فوق الأكسجين بيكون قليل؟ فهذا الكريتيكال ثينكينج كويشن، والأغلب بيكون أوه بروح على الجبل يعني. فنشوف. Here's the question then. If you have to be, if the atmosphere is a pure oxygen, the atmosphere is a pure oxygen 100%, would you rather be a firefighter or mountain climber? Are you thinking? I like your answer. Firefighter or mountain climber? Why? You will have a losing job if you are a firefighter. You can't fight fire when it's pure oxygen. But mountain climber gets you away from the oxygen, as the oxygen always heavy stay in the bottom. Does that make sense? So the percentages to know when you go back to your science teacher, you know these numbers, 20% oxygen when we breathe, right? It's not 100%. We don't want it to be 100%. Okay, so that being said, in science we call it method. So it has, we're going to move on to a new thing. There's some other gases. You mentioned one of them, but... Yeah, مجموعة ثانية من الغازات. One of them is called methane. Methane, my friends, is the natural gas. You've heard of that term, natural gas underground, right? In science, we call it methane. So it has the formula of CH4. One, what element is C representing? Carbon and hydrogen, CH4, right? So
And a molecule of methane would look like this. Look how pretty this molecule is, right? So it's the tetrahedral geometry, we call it, right? So this is a methane. Now, what do we use natural gas for? Have you seen those big buses running on natural gas? Some cars run natural gas, like those small Honda cars. So what is it for? هذا جزء من الكيمياء التطبيقية حتى الطلبة تفتح دماغهم. هذا غاز الميثان اللي هو الغاز الطبيعي احنا نسميه في بلادنا، اللي كل اوروبا عايشه على الغاز الطبيعي والمنطقه جزء الخليج وكذا. وانا بعطيهم مثل بسيط، الباص اللي بيجيبه مع المدرسه مكتوب عليه run with natural gas، بيشتغل على الغاز الطبيعي، فهم شو بعرفهم. فلما تقول لهم هذا الغاز ذره كربون 4 ذرات هيدروجين وبيحترق وبيشغل الباص، وفي سيارات صغيره natural gas مكتوب عليها، يعني في هنا هاي الكيمياء موجودة مستخدمة. يعني شفت كيف بحاول إني أقرب لهم الصورة من إشي موجود حواليهم. It's combustible, right? Okay. So the next gas from that is propane. I'm not going in order. So propane has three carbons. And how many hydrogens come to that? 8. So I have a molecule to represent or representation to the molecule of propane gas, which is what you see here. The black is always the carbon. You see 3 carbons in this molecule. And the small spheres will be the hydrogen. You see 8 of them. And it looks like a small dog. It could look like two-way dog, right? This way, this way. So molecules, they have shapes, as this one has tetrahedral shape. يعني يحاول يشبه لهم الجزيء شكل الجزيء حسب بابي الصغير، هذا الكلب الصغير، وهذا بتعمله زي هيك يعني بشكلين، يعني بربط في ذهنه انه كيف شكل الجزيء له شكل معين وفي شغلات ممكن تشابهه. Come up with the number of hydrogens in a molecule of methane. So to teach you how to get the number of hydrogens, if you know the number of carbons, math, times 2 plus 2. Did you get it? Times 2 plus 2. So tell me, what will be the formula of the molecule that starts with 6 carbons and the rest hydrogens? 14, and that is called hexane. I'm going to show it to you. So and so forth. Okay. So we have the butane. Now, another question for you guys, future scientists. If we go look at the sizes, as you go down, it's getting bigger, right? More atoms, bigger. How about the mass? Bigger, right? So if I tell you this is gas, and if I put it in the balloon rises. What about this one gas? If I put it in the balloon, will the balloon likely to rise or to sink? Will sink. So هذا critical thinking. يعني البالون فيه نوعين من الغاز، واحد فيهم بده يطلع لفوق لأنه خفيف الكثافة قليلة بالنسبة له، واحد بده ينزل. هم الطلاب صار يعرفوا لأنه عدد الذرات في الجزيء بتزيد الكثافة بتزيد. Have this tube here that has butane, compressed butane to it. You buy it from hardware stores like Ace or Walmart maybe. And I want to take this compressed gas into a bottle of those here, fill it up with the gas. As you guys should know, these gases don't have colors. None of the gas we deal with today has any color to it. So I'm going to fill this bottle with this gas and challenge my students, which is you, to see the gas. How do you see it? I mean to see when the bottle is full with the gas. Would you be able to tell if it is full, if it's no color? It's hard to tell, but in here, we make it happen. So I just try to tell me if you see it full, and if not, then I come to you and explain how to see it. All right, so here's the gas, good enough. Look here, you see any gas flooding out of the bottle? You do? Okay. Well, مشان أمشي شوي، هذه التجربة بأخذ غاز البيوتين وبعبي في القزازة هذه، لكن عشان كثافته عالية الطلاب بيقدروا تقريبا يشوفوه. أنا بتحداهم تقدروا تشوفوا الغاز اللي ما لهش لون، ما بتقدر، بس لأنه كثافة البيوتين عالية بالنسبة
الهواء الجوي الريفراكتيف اندكس فيزيكس اللي عم بحكي بيغير مسار الضوء بيصير انكسار فيه اذا بيروح من جزء من الميديوم بيكون كثافته عالية لجزء اخر كثافته اقل فعلى ضوء ذلك ممكن انهم يشوفوا الغاز لما الباطل تتعبى ويصير فلودينج من هون ومن هون زي السراب زي فكرة كيف بنشوف السراب فأنا بقولهم اطلعوا هنا حتى تشوفوا إذا في الغاز عبّل هذه ولا لا وكثير منه كلهم تقريبا أوه يا يا شفنا يعني بتفاجئوا أنه بقدروا يشوفوا غاز ملوش لون فهاي الفكرة يعني بدي عبّي البطل الآن واختبر معاهم شغلتين physical property وchemical property physical إنه هذا الغاز كثيف كثافته عالية إذا بتصبه من فوق بتطلعش بنزل تحت وإذا بدك تولعه هذه physical property وإذا بدك تحركه بيولع بيشتعل لأنه هي chemical property تبعته يعني الخاصية الكيميائية إنه مشتعل الخاصية الفيزيائية اللي بوضحهم هنا إنه كثافته أعلى من كثافة الهواء بينزل تحت على الأرض فهذه التجربة بتوضح ذلك بعد ما نعبي البطل فده مشي شوي صغيرة بس لأفرجيهم وين بتروح هذه Okay, Hona. Put on my candle, it's supposed to catch fire when it gets to the candle. Does that make sense? You guys ready to see the miracle here? You're welcome to stand if you want to. But this is what I'm doing, just pouring the gas down. Let's see if there is any left. We do it again. So what does that prove? Then two things, the physical property heavy comes down, sinks, and catches fire, that's a chemical property, is flammable, right? So I want to do it again, but only if you guys are willing to help me look here and tell me, oh, that's enough. Yep, بنعيد التجربة مرة ثانية, خلنا نوقف شوي هنا. You guys have not seen. إعادة التجربة حتى الجميع يشوف. بصبها بالنبوب الزجاجة عشان إنه ثقيل بينزل, وهنا في الكاندل ملعة بصير الفاير, وهذه بتعجبهم يعني مش متوقعين يعني. فهذا اللي بيصير بنعيد التجربة مرة ومرتين لأن الطلاب حكوا لي عيدها نصورها فيديو بياخذوها فرجوها لأهلهم قلت لهم أوكي هاي بورجيها لباقي الصف يعني اللي ما كانوش قريبين يشوفوها So pictures are allowed or photos for this part of the experiment if you think you can't catch it it goes fast but you're welcome to try Okay It's going to take a few seconds delay, but you can do it as video if you want to. And this is So I move this one fast. I have to, right? Let's see how much left. Oh, there was some left, right? So better move it out fast because it might catch fire. Okay? Is that interesting to you? Okay, so heavy gas. Dr. Hussain, ممكن نوقف هون ونعطي مجال للأسئلة. نعم تمام يلا تفضلوا ايش عندكم نظام للبريك او احنا يعني الفقره الاخيره دكتور طبعا. اذا في حدا عنده سؤال في طالبه براما البزور رفع ايدها واذا في حدا عنده اي سؤال بامكانه يرفع ايده على فكره دكتور الطالب راما هي مشاركه باستمرار معنا وطلبت إيميلك لأنها حبت تتناقش معك بشيء عندها بروجكت معين حكت معي فيه فرح تودي لك إيميل دكتور Sure راما بتقدر تفتح المايك السلام عليكم عليكم السلام إيه بدي أسأل حول مادة الفانتا بلاك إنه ظهرت هي حديثا شو السبب الرئيسي اللي خلاها تشابه مبدأ عمل الثقب الأسود واو هذا كيمستري هذا نعم عفوا مش سامع انت بتعملي مشروع على هذا الموضوع لا انا مشروعي اشي غير بس هذا يعني كمان سؤال جانبي مشروعي طويل يعني لي عده اسئله اعطيني الاشي اللي فيه الكيمستري بديش اعطيك معلومات مش دقيقه على اشي مش في موضوع الكيمستري او يعني directly related to what we're talking about is that يعني ممكن هذا الإشي إذا في حد من الحضور يعني ممكن يفيدك فيها أكثر ما عندي معلومات دقيقة أعطيك إياها يعني سوري
ماشي. إيه طب بدي أسأل حول حرائق الإيثانول والميثانول. إيه شو العناصر ممكن أستخدمها؟ إنه النيتروجين هو يعتبر مادة يعني عنصر غالي غالي الثمن، يعني إنه نقدرش نطفي الحرائق فيه، فممكن إنه بدأل عن عنصر النيتروجين. نعم، يعني شوف، أولا النيتروجين مش عنصر غالي لأنه متوفر في الجو بنسبة تقريبا 80%، وهناك في الجامعات على الأقل أنا بعرف في الجامعة الأردنية مطرح ما درست في وحدة متخصصة في استخلاص النيتروجين من الهواء من الجو وإسالة النيتروجين حتى يكون بارد للتجارب يعني، وهذه كانت المكلف فيها أنك تشتري الجهاز وبعدها بصير تطلع النيتروجين شبه مجاني لأنه بس بده كهرباء، فهو المفروض أنه مش غالي، ولكن يعني مش عملي أنك تطفي الحرائق بالنيتروجين الصحيح. أنا ذكرت يعني في خلال المحاضرة أنه ثاني أكسيد الكربون هو مركب كيميائي غير مشتعل وفاعل في إطفاء في إخماد الحرائق، وخاصة في الحرائق المحدودة يعني اللي تحدث في المختبر أو في بيت أو في غرفة، وهذه الفاير اكستنجوشر بسموها الاطفائيه الصغيره بنحط في البيوت حتى في السيارات بيحطوها في الفتره الجديده، صار يحطوا فيها ماده ثاني اكسيد الكربون. والتجربه اللي عرضتها انا هون لما تجيب الستيكر المشتعل وتحطها في البارل اللي فيها السي او 2 بتنطفي، يعني شكله فصل عند الدكتور. يلا بسيطة، استنى لحظات. أظن إنها مش مشكلة بالنت لأنه كان مغادرة، يمكن بالغلط. أعطتني مسج موفد. شيء جديد علينا؟ تفضل دكتور تفضل. شيء مسج جت هنا بين ريموف، ما أدري يعني مش من طرف تكون ولا ما ادري. لا يعني احنا ما عملنا لك ريموف يا دكتور. اه هيك طلعت ورديت ريجون يعني الصحيح. فعلى كل حال يعني مادة ثاني اكسيد الكربون يعني يمكن تكون مادة مناسبة للحرائق، يعني انه تخمد الحرائق. الان مادة اكسيد الكربون يعني في لها ضرر انه الجلوبال وورمينج زي ما بنعرف وكذا، يعني الناس بتفضلش انها والله هذه تصير هي المادة اللي بنستخدمها. ففي الحرائق اللي بتصير في امريكا في فاير ريتاردنت بسموها، مادة يعني على شكل باودر، هذه مضافة لها مواد كيميائية انرت غير خاملي بينشروها على الحرائق حتى انهم يطفوها. على المستوى الصغير يعني هذا الباودر موجود او ثاني اكسيد الكربون. تسمح لي دكتور بس بعد إذنك أجاوب على الصبية إشي بسيط، مش كتير معلوماتي كبيرة عن اللي بتحكي عنه الفانتا بلاك هذا، بس الفانتا بلاك هو بسموها بلكي the darkest material in the world أو إشي، وهي عبارة عن كاربون نانو توبس. هذول الكاربون نانو توبس هذول أشياء جديدة بين أقواس جديدة اكتشفت. لما نحكي عن نانو الصبية، إيش اسمك يا صبية؟ راما. بتعرف شو يعني نانو؟ نعم. شو النانو هذا؟ إنه هي أخذناها بالفيزياء إنه عبارة عن وحدة صغيرة للقياس. صح، هي وحدة كتير صغيرة للقياس، فبيعملوا ما يقال لهم توبس، يعني توبس تعرف شو يعني توب، بسموهم نانو توبس، وبشكل فيهم الكربون بطريقة معينة. هذا يعني حاليا علم قائم بحد ذاته أنه يعملوا هذا النانو توبس اللي لهم صفات فيزيائية زي ما كان ذكر الدكتور حسين هلأ، صفات فيزيائية كتير مخيفة وكتير رائعة وبتفيد في الاندستري. فهم كمان مرة هو عبارة عن كربون، أكثر البنت بلاك هو عبارة عن كربون، بس كربون معين ومعمول له يعني بروسيسنج بطريقه معينه وبتاخذ هاي الصفات. اوكي خليني احكي شيء، معناه ايش الاسم كمان مره؟ فانتا بلاك. هذا الاسم بالعربي مش هيك؟ هو عربي انجليزي يعني ما لهش ترجمه بالعربي. فانتا بلاك
اسمه بالانجليزي فانتا بلاك، هيك الاسم. اوكي، اذا النانو تيوبس، يعني عندي معلومات كثيره عن هذا الموضوع. انا يعني شويه هم الترجمه بدها تاخذ حيز، افيدك اكثر اذا انه الفكره الكربون نانو تيوبس هذه زي ما تفضل الاستاذ عباره عن انابيب دقيقه، انابيب شعريه تقريبا بس اصغر على النانو قياسها، مقياس النانو زي ما انت حكيتي. تستخدم، هي مصنوعة من الكربون لوحده، بس مادة الكربون. الكربون يتشكل في الطبيعة وفي المختبر بعدة أشكال، واحد منهم الدايموند اللي هو الألماس، واحد منهم الجرافايت اللي هو قلم الرصاص، هذا اللي تستخدمون الطلاب، هذا المادة كربون. ولكن الفرق بين الألماس والجرافايت طريقة تواصل الروابط بين ذرات الكربون. ذرات الكربون في الماس متشعبة بثلاث اتجاهات، 3 dimensional structure بنسميه، بينما في الجرافات عبارة عن layers، يعني طبقة وطبقة وطبقة، والتواصل بين الطبقتين ضعيف، روابط ضعيفة، لذلك الجرافات بيكون سهل كسره، سهل يعني انك تطحنه شيء، بينما الدايموند بيكون صلب. النوع الآخر من مركبات الكربون اللي هو النانو تيوبس، اللي هي الأنابيب الدقيقة، وهذه تستعمل، هذا آخر تطبيق علمي لها في الميديكال فيلد، في نقل الجرعات الكيميائية أو المواد الدرجز، يعني جزيئات الدرجز اللي هي يعني الدواء إلى الخلايا المحتاجة، بس الخلية. يعني بدل ما واحد يأخذ حبة أسبرين كبيرة وتروح في كل جسمه، هذه التكنولوجيا الموجودة إنك تأخذ جزء من حبة الأسبرين، عدد جزيئات معدودة، وتدخلها بالنانوتيوب، وهذا النانوتيوب تسلطه على الخلية المريضة، وانت بس يعني تعالج الخلية اللي مريضة بهذا العلاج. أنا أعطيت الأسبرين كمثل، ولكن سموها دراج delivery، إنك توصل الأدوية إلى الجزء المحتاجة بدون ما أنها تروح لكل الجسم. إذا النانو تيوب المقصود في الماتيريا، هذا آخر تطبيق عليها من معلوماتي. يعطيكم العافية. الله يعافيك. شكراً بروفيسور، شكراً دكتور ميشيل على هالمعلومات الرائعة، صدقاً كانت من المحاضرات الممتعة والمشوقة. أعتقد اللقاء انتهى. لا يوجد في سؤال عند أحمد يا نهار؟ لم يظهر عندي، بعتذر. لا، أحمد زميلك. أحمد زميلك، تفضل يا أحمد. أو أستاذ حسين، في عندي سؤال هي بسيط، يعني هلا المية H2O مظبوط؟ هلكت أنا بعرف إنه الهيدروجين سريع الاشتعال والأكسجين بيساعد على الاشتعال، بقدر وهلكت هذول ناتجات من طاقة، أنتاج طاقة عالية لما تفاعل الهيدروجين مع الأكسجين وأعطاني مية، طاقتها مش قوية، بقدر أعمل أجيب مواد ثانية حفازات تعمل فصل هذول الجزيئين تعطيني هيدروجين منفصل وأكسجين منفصل وأقدر أعمل اشتعال؟ نعم، هذه التكنولوجيا معمول عليها في كثير من دول العالم، إنه يصير السيارة تشتغل بمادة الهيدروجين، وطبعاً حتى تكون يعني affordable، يعني اقتصادياً مجزية، لازم تكون المادة المستخدمة رخيصة. مادة الهيدروجين لوحدها مش رخيصة أنها تكون موجودة، ولكن إذا بيستخلصوها من الماء بتكون أرخص. الآن في طبعاً أي مشروع له مشاكل، المبدأ إنك تأخذ الماء وتفصله لهيدروجين وأكسجين عكس المعادلة اللي حكيت فيها، تأخذ الهيدروجين والأكسجين تخلطهم مع بعضهم ويحتركوا ويعطوك طاقة وتمشي السيارة فيها. أعطيك أفرجيك شغلة بسيطة هنا، هذه واحد من الطلاب عندي عملها، هذه هنا عبارة عن خلية مبسطة، واحد من الطلاب عندي في إحدى المحاضرات عملها، فيها قلمين رصاص، الجرافايت اللي تحت على أساس مادة شبه موصلي، بطاريتين، يحط فيها ماء ويعمل تحليل للماء بسموه electrolysis، which is يعني نستعمل الكهرباء في تكسير جزيء الماء لهيدروجين أكسجين، وانتج منها الهيدروجين والأكسجين طبعا. إذا هذه التجربة، إذا هذا العمل يعني صناعيا صار مجزي، إذا بدك electrolysis للماء اللي موجود في السيارة أو في الجهاز، يطلع هذا الغازين وبعدين يصير اشتعال مرة ثانية ويعطيك الطاقة.
الافيشنسي is one of the problems. الافيشنسي يعني قديش تطلع اكسجين، قديش بتكلفك كهرباء، وحتى انه كمية الاكسجين طالعة تكون كافية انه ترد تتفاعل مع الاكسجين مرة ثانية وتمشي. هذا هي الطريقة المعمول فيها الان، وهذا هي انجع الطرق، لان الالكتروسيس معروف من زمان يعني انه بيكسر الماء الى الاكسجين والهيدروجين. وفي يعني زي ما حكيت مشاريع صناعية قائمة على هذا الموضوع، ويعني في سيارات الان تمشي بالهيدروجين، شفت كيف؟ يعني مش منتشر للبابليك لكن موجود. فهذا بيكون يعني الجواب المفيد في رأيي. شكرا لك استاذ. تمام، شكرا دكتور حسين، شكرا نهار، شكرا احمد، شكرا دكتور ميشيل، شكرا لزملائي دكتور رنا، دكتور ايمن، لازر، يعطيكم الف عافيه. الى هنا نصل الى نهايه اللقاء السادس، نلتقي ان شاء الله بعد اسبوعين، الاسبوعين القادمات استراحه في بدايه شهر رمضان، نشوفكم على خير ان شاء الله. تحياتي للجميع، شكرا جزيلا. الله يعطيكم العافية الجميع، ومشكورين تحت لي الفرصة أن أتكلم معكم وأعيش البلاد مرة ثانية حتى من خلال الشاشة، يعني ومتشوق الصراحة يعني كثير للبلاد، فهذه فرصة يعني ثمينة جدا بالنسبة لي، وراح أتكلم عنها مع أولادي وأسرتي، وأنه أنا كنت في البلاد وهي رجعت بعد ساعتين. حياك الله دكتور، حياك الله، شرفنا فيك يا دكتور حسين، إن شاء الله بنشوفك في أقرب فرصة لما تيجي على البلاد إن شاء الله. إن شاء الله، وإحنا إن شاء الله ما بنبخل عليكم أي شيء، أي خدمة بنقدر عليها ما بنقصر إن شاء الله. شكرا تسلم يا دكتور. الفيديو موجود، ويعني اللي بده يحب يكمله يعني فيه انترتينمنت. هذا الفيديو أنا بعمله تقريبا كل مرة في طلاب هون، يعني وشفتوا كيف الاكسايمنت تاع الطلاب، نحاول ما نصورهمش على اساس انه ماينرز هم كلهم، ولكن يعني هذا بيجرهم انه بدنا نشوف الجامعه، شو في الجامعه، فاحنا يعني نحاول نقدم لهم شيء يشجعهم اكثر، اكسايتمنت، نربطهم بالجامعه، يتثقفوا نفس الشيء، يعني بروحوا يبحكوا عن زملائهم لاهلهم، يعني فيديو تعليمي وبنفس الوقت يعني انترتينمنت، يعني ترفيهي زي ما تقول. فهذا من الشغلات المعروفة في ساذرن يوتا يونيفرسيتي اللي أنا بكون فيها. والله يعطيكم العافية الجميع، كم يعني مشكورين، وإن شاء الله نلتقي في فرص أخرى قادمة. شكرا إن شاء الله. شكرا دكتور. نحن سعداء. شكرا لوجودك. الله يخليكم، مع السلامة. تحياتي. سلامات.